بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة حلقة سوبر زي سوبر النادي الأهلي وفوز النادي الأهلي في مباراته الأخيرة الحقيقة ضد نادي الزمالك بطل الدوري. النادي الأهلي بطلا للدوري ونادي الزمالك بطلا للكأس، وفاز النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدفين. أول حاجة الحقيقة أنا عايز أضحك كده، لأن في حاجات بتحصل من وقت نهاية المباراة وحتى الآن تخلي الواحد يقعد يضحك بس بيعملش حاجة تانية. يعني يا جماعة السؤال هنا، وهو سؤال للناس الأخصائيين في كرة القدم، وحضراتكم كلكم كل جمهور النادي الأهلي أنا شخصيا بعتبره أخصائي في كرة القدم، هو أي فريق بيتغلب أو أي فريق بيكسب مش المفروض إن الفريق اللي قدامه اتغلب؟ ولا أنا بقول حاجة من وحي الخيال أو بقول حاجة جديدة؟ طيب، نادي الأهلي كسب نادي الزمالك في السوبر 3-2، ده معناه إيه؟ إن نادي الزمالك اتغلب من النادي الأهلي 3-2 في السوبر. معلش اعذروني، ما هو أنا لازم أقول كده، معلش يا جماعة أنا آسف جدا اعذروني، لازم أشرحها واحدة واحدة عشان الناس اللي مش فاهمة تفهم. كرة القدم عبارة عن أخطاء. كرة القدم أي حد لعب كرة قدم في العالم هيفهم الكلام اللي أنا بقوله ده، أو ما لعبش حد بيفهم في كرة القدم هيعرف إن كرة القدم دي أخطاء. كرة القدم عبارة عن أخطاء، أو الأهداف اللي بتيجي في حضرتك. نادي الأهلي كسب نادي الزمالك في الماتش اللي فات، نادي الأهلي كسب نادي الزمالك إزاي يا متعلمين يا بتوع المدارس، كسب إزاي؟ هقول لكم كسب إزاي. ثلاث أخطاء، ممكن تبقى أخطاء في التمركز، أخطاء فردية، أخطاء جماعية، ولكن في النهاية اسمها إيه؟ أخطاء بتتسبب في أهداف للفريق. ولا أنا غلطان؟ الكلام اللي أنا بقوله ده غلط ولا صح؟ فأي فريق بيكسب بيكون الفريق اللي قدامه اتغلب يا جماعة. واضحة وصريحة، ما فيهاش أي لبس. فالأهلي كسب الزمالك 3-2 بعد 50 سنة، ربنا يدينا ويديكم طولة العمر. الشباب الصغير لو احنا مش عايشين، الشباب الصغير هيطلع يقول ايه؟ سنة 2019 نادي الأهلي فاز على نادي الزمالك 3-2 في كأس السوبر المحلي بتاع 2017-2018. محدش هيطلع يقولك ايه؟ أصل النادي الأهلي لعب 65 دقيقة كويس قوي، وبعدين لما اتصاب الاتنين القلبي دفاعه فبقى عنده مشكلة، فبالتالي نادي الزمالك هجم على النادي الأهلي فجاب جونين ضربتي جزاء، وأخطاء من لعيبة النادي الأهلي، أخطاء من لعيبة النادي الأهلي، فنادي الزمالك جاب جونين وكان من المفترض أنه يكسب مثلا. يعني ربنا يدينا ويديكم طولة العمر ونكون مع بعض على الشاشة. لو أنا خلينا بعد 10 سنين، يعني الله أعلم الواحد ممكن يعيش قد إيه، ممكن في ثانية. لكن كرة القدم أصلا الواحد النهاردة يا جماعة معلش الواحد عنده حالة من الضحك الهستيري، ضحك هستيري، بنقعد نضحك 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 نضحك. ودايما لما باجي أتكلم مع حضراتكم بقول لكم إيه؟ بقول لكم إن إحنا هنا في النادي الأهلي أو في قناة النادي الأهلي، دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم عن النادي الأهلي، ما بنتكلمش على أندية أخرى، ما بنتكلمش على حد بيتكلم علينا أو حد بيقول كذا، ولكن في أشياء مضحكة تخليك تقعد تضحك كده وأنت قاعد كده، إيه كل ما تشوفها على التليفون أو في أي حتة تشوفها على التليفون كده تقعد تضحك مسلية يعني. فهي دي كرة القدم بالمناسبة. كرة القدم يعني مثلا النادي الأهلي كسب نادي الزمالك في نهاية الدوري 1-0. النادي الأهلي كسب الدوري السنة اللي فاتت اللي انتهى منذ أسبوعين ثلاثة أو من شهر، كسب الدوري فارق عن الثاني اللي هو نادي الزمالك 8 نقاط، 8 نقاط مش نقطة ولا اتنين ولا ربع ولا تلت ولا نص ولا كورن، لا 8 نقاط. فالنادي الأهلي خد الدوري ازاي؟ خد الدوري لانه الاقل اخطاء من ال 17 نادي التانيين. يعني النادي الاهلي الاقل اخطاء من ال 17 نادي التانيين فكسب الدوري.
اصل نادي الزمالك كذا، نادي بيراميدز كذا، اصل نادي الزمالك وبيراميدز هم اللي فرطوا في الدوري. ما هو الفريق الكويس، الفريق الكبير ما بيفرطش، او بيبقى تفريطه اقل، تفريطه اقل. ما هو النادي الاهلي تعادل مع النادي الاسماعيلي، النادي الاهلي السنه اللي فاتت تعادل مع النادي الاسماعيلي وفقد نقطتين. طب ليه الفرق اللي كانت بتنافس النادي الاهلي ما استغلتش وكسبت وعملت وخلت؟ لا، عندها اخطاء، عندها او فرطت بشكل او باخر، وبالتالي التفريط جه، التفريط ده جه في مصلحه النادي الاهلي، وبالتالي هي اخطاء عملتها الفرق ال 17 عشان، والنادي الاهلي كان الاقل اخطاء. وبالمناسبه ان انت تقلل اخطائك ده مجهود كبير جدا، مجهود كبير جدا جدا، ان انت ازاي تقلل اخطائك. الفرق الكبيره بس هي اللي بتعمل كده. ازاي تبقى متعادل وتطلع تكسب الماتشات اللي جايه كلها؟ ازاي تبقى مغلوب لا قدر الله وتقف على رجلك؟ او حصلت السنه اللي فاتت في مباراه افريقيا، خرجنا من افريقيا اتغلبنا وفرق كبير، وبعد كده كسبنا كل المباريات، كسبنا الدوري بعديه. هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر. دايما لما حد يجي يقول لي ايه، اصل النادي الاهلي خد الدوري السنه اللي فاتت كده، لا، عمر ما النادي الاهلي بياخد الدوري كده. النادي الاهلي بياخد الدوري لانه الفريق الافضل والاقل اخطاء. مش ذنبي ان بيراميدز بيتعادل او بيتغلب، مش ذنبي ان الزمالك بيتعادل او بيتغلب، دي حاجه ما تخصنيش بالمناسبه، حاجه ما تعبنيش انا، دي حاجه تعبكم انتوا، انا ماليش علاقه. انتوا اللي فرقكم لازم تكسب علشان تعدي النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي عمل ايه؟ كسب الماتشات كلها. مستوى اقل فنيا، اتكلمنا في الموضوع ده كتير، ان ما كانش لسه فتره الاعداد ولا كذا ولا كذا، واتكلمنا في الحاجات دي كتير قوي. ولكن هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر، هو ده الفرق اللي بالمناسبه. فجمهور النادي الاهلي من فضل حضراتكم لما حد يجي يقول لكم اصل النادي الاهلي كسب الدوري مش عارف ازاي وكسب السوبر ازاي، الكلام ده كلام مش مظبوط، كلام مش منطقي كمان. لان المنطقيه في الكلام زي ما انا قلت لحضراتكم كده، النادي الاهلي كان الافضل في كل شيء وكان الاقل اخطاء من الفرق الثانيه او الفرق الاخرى، فعشان كده كسب الدوري. النادي الاهلي في مباراته الاخيره امام نادي الزمالك في السوبر المحلي كان الافضل وكان الاقل. هو ذنب انا ان انت اللي حطيت تشكيل غلط، انا مالي؟ ما تحط يا رب ان شاء الله 10 تشكيلات صح، وانا مالي؟ هي دي حاجه تخصني انا؟ ما تخصنيش، ما تخصش اي حد من جمهور النادي الاهلي. اللي يخص جمهور النادي الاهلي ان احنا عندنا مدير فني وضع خطه محترمه. البشاير بتاعه المدير الفني بتقول ان هو مدير فني كويس، حط خطه، رسم الخطه اللي هو عايزها، جاب اجاييه من اخر الصف، حطه اول الصف وحطه ولعبه من اول المباراه. اجاييه جاب جونين، حسين الشحات جاب جون، كسبنا 2. هذه هي كره القدم بالمناسبه، للناس اللي ما تعرفش، يعني للناس اللي ما تعرفش كره القدم كده، ان انت اخطاء، فانت بتقلل من اخطائك، فالانديه الثانيه ما بتقدرش تقلل من اخطائها، فانت الافضل. كل انديه العالم كده، او كره القدم في العالم كده، اي فريق بيكسب فريق بيكسبه لانه هو الافضل هجوميا ودفاعيا وكل شيء، ولان الفريق الثاني اخطا في اشياء، او المدير الفني في الفريق الثاني اخطا. مش ذنبي، مش بتاعتي على فكره، ليش دعوه ولا تخصني، تخص المدير الفني الاخر. فالكلام اللي بيتقال، النغمه اللي طالعه دي نغمه الحقيقه انا شايفها نغمه مش مظبوطه. وبعدين خدوا بالكم، انا اتمنى ان النغمه دي تفضل موجوده، ما عنديش مشكله، خلي الناس تقول كده، ما عنديش مشكله، خلي اللي عايز يقول الكلام ده، خلي اللي عايز يقول الكلام ده يقوله. لانه احنا في النهايه خدنا دوري رقم 41، خدنا سوبر رقم 11، بعد 100 سنه ربنا يدينا ويديكم طولة العمر، الشباب الصغير اللي بيتفرج عليا ويشوف بعد 10 سنين ولا 15 سنه
هيقول لك اه ده النادي الاهلي فاز بالسوبر المحلي رقم 11 في 2019 وفاز على نادي الزمالك 3-2. فده هي دي كره القدم، وهي دي اخطاء دايما اي مدير فني جيد بيلعب على اخطاء المدير الفني التاني، وبيلعب ان هو ازاي يكسب. عندنا مدير فني ريني فايلر حط استراتيجيه بناء على ان هو اتفرج على نادي الزمالك وحط الاستراتيجيه دي وقال انا هكسب بالطريقه دي، وقال ان جونيور اجاييه هو اللي هيكسبني في مباراه اليوم. ده اللي حصل، استراتيجيته نجحت في هذه المباراه. بالمناسبه ما هي ممكن ما تنجحش في مباراه تانية، ممكن لا قدر الله في اي مباراه من المباريات القادمه ما تنجحش الاستراتيجيه بتاعته، لازم يغير الاستراتيجيات بتاعته خلال الفتره اللي جايه لو الاستراتيجيه اللي بيبدا بيها المباراه ما نجحتش. هي دي كره القدم، هو ده التكتيك في عالم كرة القدم، أو هو ده اللي احنا اتعلمناه من كباتننا الكبار اللي دايما بيبقوا موجودين معانا وبيحللوا معانا المباريات. فنغمة غريبة جدا، ونغمة تخليك وانت قاعد كده والله بضحك. ما هو معلش الحاجات كتيرة بتتقال. ما هو المشكلة يا جماعة إن النادي الأهلي مخلي الناس كلها، غير اللي ما بيشجعوش طبعا النادي الأهلي، مخليهم كلهم زعلانين ومتضايقين في الوقت اللي كل الناس بتقول لك النادي الاهلي مش هياخد الدوري. النادي الاهلي خد الدوري، قال لك اصله في المنطقه الدافئه والمنطقه اللي مش عارف ايه والمنطقه القطبيه الجنوبيه والمنطقه، كلام الهجس اللي كان بيتقال ده في اخر الموسم. انا طلعنا قلنا هنا ايه في ملعب الاهلي، من يضحك اخيرا يضحك كثير. في الاخر انا اللي كنت فاتح بقي وبضحك، انا يعني وكل جمهور النادي الاهلي. هي دي كره القدم. ف كسبنا الدوري في الوقت اللي الناس كلها ايه بتقولك لا 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 الاهلي مش هياخد الدوري، الفرقه الفلانيه اللي هتاخد الدوري. ولكن كالعاده نادي الاهلي خد الدوري باصرار لاعبته وبتغييرات اللي اتعملت خلال الفتره اللي كانت موجود فيها او بدايتها من شهر يناير وحتى الان، وتغيير جلد الفريق زي ما حضراتكم شفتوا، خطه موضوعه من خلال هذه الخطه كانت ممكن تنجح وممكن تفشل. الناس بتعمل اقصى مجهود ليها، سواء لجنه التخطيط مع المشرف العام على كره القدم كابتن خطيب، علشان يعملوا من وجهه النظر اللي هم شايفينها ان الفرقه دي خلال الفتره اللي جايه هتاخد كل حاجه. فاللي ما بيشجعش النادي الاهلي اكيد بيتضايق. فالدوري خلص، قال لك لا خلاص ده النادي الاهلي مش هيكسب اي بطوله ثانيه، في فرق ثانيه افضل كتير من النادي الاهلي. ماشي اوكي، كان لما حد يجي يقول لي الكلام ده كنت بسكت بصراحة، لأنه ما ينفعش لا تجادل ولا تناقش. أنا ولا بجادل وأنا بناقش، أنا بالنسبة لي الشاشة أتكلم عليها أو من خلالها، والملعب لما كنت بلعب أو لما النادي الأهلي بيلعب. فأنا قلت خلاص خلينا نستنى نشوف ماتش السوبر. 65 دقيقة درس في كرة القدم، درس في كرة القدم، درس في كرة القدم الحديثة. بعدين اتنين قلبي دفاع، مشكلة كبيرة جدا، العمود الفقري للنادي الأهلي كله تعبان، تعب لأنه الاتنين قلبي الدفاع اتصابوا واتشالوا، اتحط محمد هاني الباك رايت لاعبه ستوبر أو لاعبه سيرد باك، وجاب حمدي فتحي نزله في هذا المكان. وحمدي فتحي الحقيقة كان مالي نص الملعب، لما رجع ورا الدنيا فتحت شوية. هي دي الكورة. نادي الزمالك استغل خطأين من محمد الشناوي ومن حمدي فتحي اللي هما ضربتي الجزاء ودخل جونين. ما استغلش بقى، هل في اخطاء بعد كده حصلت؟ لو في اخطاء حصلت كان يبقى في جوان، ولكن ده ما حصلش وما كانش في فرص. كان في ضغط طبعا، كان في ضغط ولكن ما كانش في فرص. فالحقيقه دايما بقول لحضراتكم هو النادي الاهلي كده، النادي الاهلي بيزعل الناس جدا، بيزعل الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي جدا جدا. انت ازاي الناس كلها تقول ان انت مش هتكسب الدوري وتكسب الدوري في ظل حروب غير طبيعيه؟ خدت الدوري، قال لك خلاص بقى ده كل الانديه بسم الله ما شاء الله وكذا وكذا وكذا، وكل الانديه طالعه هتنافس وهتعمل وكذا وكذا. لا، السوبر بقى الزمالك هيكسب الاهلي. طبعا احنا كاهلاويه بنسكت دايما، زي ما بقول لحضراتكم الملعب بالنسبه لنا. اما النادي الاهلي كسبان السوبر وكسبانه بأداء ممتع، بأداء ممتع وراقي وجيد، نتمنى ان هو يستمر.
فالناس بتتضايق، فخلوا الناس تطلع اللي عندها، معلش مفيش مشكله، خلوا الناس تطلع يا جماعه، ما عندناش ادنى مشكله في مع اي حد، اللي عايز يقول حاجه يقولها، واحنا بنصحح بمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام، ما عندناش اي مشكله، بنصحح المعلومات المغلوطه، بنقول للناس من خلال القرايه طبعا. احنا انا واحد من الناس لعبت كوره كتير جدا، لكن انا بتكلم على كمان ان الواحد بيقرا في المعلومات دي. كره القدم دي عباره عن ايه؟ عن اخطاء بيرتكبها المنافس عشان المنافس اللي قدامه يكسب، هي دي كره القدم. فانا بكسب باخطائك وبشغلي، شغلي ده اللي هو ايه؟ ان انا بنزل اجاي في نص الملعب عشان افضي حته في ورا السردباك، ورا الاثنين الاستوبرين اللي واقفين فبيقطع فيها حسين الشحات او رمضان صبحي، ده شغل. فالخطأ بتاع لعيبه الزمالك ايه، او الاستوبرين بتوع الزمالك ايه، ان هم بيطلعوا ورا اجاي وبيفضوا الحته دي، لكن لو كل واحد متمركز في مكانه كان هيبقى الموضوع مختلف. فهي خطأ. اللي انا بقصده من الكلام ده كله ان في النهايه يعني ان النادي الاهلي انا عارف ان هو تعب ناس كتير ومضايق ناس كتير ما بتشجعش النادي الاهلي، اللي هم شويه اللي فوق ال 60 مليون ولا 70 يعني، اللي باقيين يعني. فالنادي الاهلي مضايقهم يا جماعه، ما تتضايقوش والله، حاولوا تعملوا زي النادي الاهلي، حاولوا تعملوا زي اداره النادي الاهلي، حاولوا تعملوا زي لعيبه النادي الاهلي، حاولوا تعملوا زي جمهور النادي الاهلي، تعلموا، مفيش مشكله، ما عندناش ادنى مشكله، ما عندناش ادنى مشكله. احنا بنتكلم الكلام ده ليه، او انا بتكلم الكلام ده ليه؟ انا بتكلم الكلام ده علشان افهم بس البعض اللي مش فاهم هذا الكلام، بفهمه له واحده واحده وبالمنطق وبالعقل وبالاحترام وبالادب بعيدا عن اي شيء اخر. يعني ايه الدوري المصري؟ يعني كله يعيش الوهم والاهلي ياخد الدوري. طبعا دي حاجات لطيفه جدا بيعملها جمهور، ومداعبات جمهور وحاجات دي، الحاجات دي مقبوله يعني، الحاجات دي الواحد ما بين الجمهور بيقبلها ومفيش مشكله، والجمهور الاخر يعمل كذا ويعمل كذا من حد ده. ولكن خليني بقى انتقل لشيء اخر وموضوع اخر عايز اتكلم فيه مع حضراتكم. النهارده حاجه غريبه جدا في احد المواقع، اعتقد اليوم السابع يعني، اليوم السابع النهارده من 6-7 ساعات كده، نزل عقوبات على النادي الاهلي وعلى نادي الزمالك وعلى جمهور النادي الاهلي وعلى جمهور نادي الزمالك وعلى بعض اللاعبين في النادي الاهلي وبعض اللاعبين في نادي الزمالك، وقال ان العقوبات دي هي اللي هتبقى موجوده من خلال لجنه الانضباط. الاستاذ اسامه اسماعيل مشكورا بعت لكل زملائنا الصحفيين وقال الكلام ده من ساعتين، خلاص من ساعتين بالظبط، بعت لكل زملائنا الصحفيين وقال لهم ايه؟ قال لهم يا جماعه كل الكلام اللي موجود في المواقع وفي المواقع اللي موجوده فيما يخص موضوع العقوبات وفيما يخص موضوع لجنه الانضباط هو كلام غير صحيح ولم يصدر شيء رسمي حتى الان. وانا داخل الحلقه، وانا داخل هنا على الباب، قام استاذ عاطف جاي قال لي يا كابتن العقوبات ظهرت. قلت له عقوبات ايه؟ قال لي لا. قلت له الله، هو مش الاستاذ اسامه بعت لكم، بعت للناس كلها يعني، قال لهم ان في كذا 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 وان العقوبات دي مش صحيحه وان الموضوع ده لم يصدر بشكل رسمي؟ قال لي. قلت له طب ايه هي العقوبات؟ قال لي هي هي. قلت له هي هي؟ قال لي اه هي هي. معلش يا جماعه يعني انا مش انا عايز اتكلم على العقوبات وهتكلم مع حضراتكم في العقوبات، ولكن ما هو ايه المشكله؟ ولا لازم الحاجة تتسرب الأول عشان تشوفوا رد الفعل؟ عشان ما خلينا نمشي الحقيقة برضو، عشان برضو الواحد يبقى منطقي في كلامه. اللجنة الخماسية عاملة شغل رائع جدا في اتحاد الكورة من الناحية الانضباطية في الاتحاد، وتوقيتات المباريات بتتلعب في وقت واحد، اللي بينزل متأخر بتديله جزاء، اللي بيعمل كذا بتديله كذا. ولكن يعني اللي أنا مش فاهمه واللي أنا نفسي أفهمه، وليه حضرتك بتسرب هذه المعلومات وبعد ما تسربها بترجع تقول لا معلومات مش صحيحه وان لسه لم يصدر شيء رسمي من لجنه الانضباط، وبعديها بنص ساعه او بعديها بساعه تلاقي الحاجات هي هي بالظبط؟ طب طالما الامور واضحه وصريحه زي ما حضراتكم او زي ما لجنه الانضباط اصدرتها، ما تقولوها من الصبح، ايه اللي هيحصل يعني؟ هو ايه الفرق ما بين انت تقولها الساعه 11 الصبح او 11 بالليل؟ ده أول حاجة غريبة جدا بالنسبة لي.
وطبعا دي حاجه تحسب لليوم السابع بيني وبينكم، يعني اليوم السابع جاب الخبر من الساعه 12 الظهر او 1 الظهر وقال ان دي العقوبات 1 2 3 4 5. فحاجه كويسه جدا بالنسبه للمجهود الصحفي اللي عمل هذا الموضوع. لكن في نفس الوقت انا مش فاهم، طب ما تعلنها على كل الناس يا جماعه، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ فقال لك 630 ألف جنيه غرامات على الأهلي والزمالك بسبب السوبر. طيب برضو قبل ما أتكلم على العقوبات، بالمناسبة كان ليا حديث طويل مع أحد المسؤولين في اللجنة الخماسية لدوري اتحاد كرة القدم، وقال لي الكلام ده من أسبوع 10 أيام، قال لي إن شاء الله في خلال أسبوع أو من المفترض إن قبل يوم 20 أو 21 اللي هو اللي كان امبارح إن يتم وضع لائحة للعقوبات خلال هذه الفترة، وكان يعكف عليها كل رئيس لجنة الانضباط كان بيعكف عليها هو ومجموعة من المستشارين الأجلاء ان هم يعملوا لائحة جديدة للعقوبات، وكان من المفترض ان هي تبقى امبارح، انا اعتقد ان هي هتبقى بكرة او بعده او بعده هترسل لكل الأندية خلال هذه الفترة. انا ما عنديش مشكلة ان انا يكون عندي عقوبة تطبق على الجميع. بمعنى ايه؟ بمعنى هنا احنا طبعا كلنا عارفين العقوبات، النادي الاهلي جت عليه غرامه 100 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجه لجماهير الفريق المنافس. 50 ألف جنيه لقيام جماهير النادي الاهلي بتوجيه هتافات خارجه لرئيس نادي الزمالك. تمام. 50 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجه للاعب محمود عبد الرازق شيكابالا. تمام، بس خلينا عند النقطه دي وهقول لكم ليه. 50 ألف جنيه لقيام جماهيره بإطلاق ألعاب نارية بالمدرجات، ماشي. 50 ألف غرامة على اللاعب حسام عاشور و 50 ألف غرامة على اللاعب رمضان صبحي لقيامهما بإثارة جماهير فريقهما للهتاف بعبارات خارجة. خلاص؟ الناحية التانية وفي 10,000 جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في بداية الشوط الأول، ما عنديش مشكلة في ال 10,000 جنيه دول. ثانية، نادي الزمالك 100 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس. هي اللي موجوده الناحيه الثانيه. 50 ألف لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجه في حق الاسطوره صالح سليم. تمام. 150 ألف جنيه لمغادره اللاعبين وجهازهم الفني والاداري والطبي ارض الملعب قبل تسليم الجوائز. 10,000 جنيه لتاخر النزول. 5,000 جنيه لتسليم تقرير المباراه السكور شيت للحكم، لتاخير التسليم السكور شيت للحكم وايقاف اللاعب طارق حامد لحصوله. طيب بالمناسبه معرفش بقى لجنة الانضباط خدت بالها من هذا الموضوع أو مراقب المباراة، لجنة الانضباط بتاخد بالتقارير. لجنة الانضباط خدت قالت هنا إيه؟ إن حسام عاشور 50 ألف جنيه ورمضان صبحي 50 ألف جنيه لأنهم أثاروا الجماهير أو يعني. طيب هو حضراتكم ما خدتوش بالكم إن الناحية التانية أو جمهور النادي الزمالك سب أو شتم معظم لعيبة النادي الأهلي؟ هو يعني ايه المعيار؟ ايه المعيار اللي حضرتك خدت عليه حسام عاشور ورمضان صبحي وتركت الاخر؟ ما دي حاجه غريبه برضو. اذا كان حسام عاشور ورمضان صبحي اخطاوا، انا ما شفت لهمش فيديوهات بصراحه عشان ما ابقاش كذاب، انا ما شفتش فيديوهات لحسام عاشور ولا رمضان صبحي، لكن لو كانوا اخطاوا انا اول واحد هطلع اقول ان هم اخطاوا يستحقوا العقاب. احنا متعلمين كده على فكره في النادي الاهلي، احنا متعلمين ان احنا نقول الصح الصح صح حتى لو كان على رقبتنا، ما عندناش مشكله. ولكن هو حسام عاشور ورمضان صبحي عملوا ايه؟ ده اولا. قيامهما باثاره جماهير فريقهم ازاي؟ ما الناس كانت بتحتفل بك، الناس مبسوطه وفرحانه وتروح راحت تحتفل مع جماهيرها. فانا اتمنى بقى ان خلال الفتره القادمه وزي ما اتقال لي ان لجنه الانضباط ستقوم أو قامت بالفعل في الرتوش الأخيرة يعني في وضع لائحة عقوبات محترمة محترمة لكل الأندية وهتتبعت لكل الأندية وهيتم تطبيقها ابتداء من لما تتبعت بعد ما تتبعت. أنا مش عايز أقول إمتى، لكن اللي أنا عارفه إن هي بكرة بعده وبعده في خلال الأسبوع ده ستنتهي لجنة الانضباط من صياغة لائحة العقوبات. وبيني وبينكم برضو لازم يبقى برضو المراقبين اللي بيراقبوا المباراة
اي مباراه بتتلعب، اي مباراه على فكره مش اهلي ولا زمالك بس، كل المباريات لازم يبقى عنده معيار واحد بيتكلم عليه، ولازم بيبقى شايف الموضوع بشكل جيد جدا. فاذا كان المعيار واحد، اذا كان المعيار واحد احنا مش هنختلف. اذا كان المعيار واحد محدش فينا هيختلف، ولا حد فينا هيزعل، ولا جمهور النادي الاهلي بالمناسبه هيزعل. لكن ما تجيش خيار وفقوس اللي عليك هنا خطا وتيجي الناحيه الثانيه ما تعملوش. النادي المصري اخطا فانت ما تعاقبش النادي المصري وتعاقب نادي الاتحاد مثلا بنفس الخطا. فاذا كانت ارجو من اعضاء اللجنه الخماسيه ومن اعضاء لجنه الانضباط من فضل حضراتكم ان انتم تسرعوا في ان انتم تبعتوا لائحه العقوبات التي ستوقع خلال الدوري، بدايه الدوري القادم يعني. خلاص قول الاسبوع الاول عدى ماشي، خلينا نبداها من بدايه الاسبوع الثاني علشان يبقى معيار كلنا بنتكلم عنه. لو انا شفت ان رمضان صبحي وحسام عاشور اخطاوا خلاص يتم عقابهم زي ما اللائحه بتقول. لكن مش حد عمل هنا حاجه والتاني عمل هنا حاجه وما يتمش العقاب. هو ده اللي انا بتكلم فيه، وهو ده اللي دايما بنتعلمه جوه النادي الاهلي. ما هو انت هنا بتدي 100,000 جنيه بسبب توجيه هتافات خارجه للجماهير الفريق المنافس، طب ما هو الناحيه الثانيه برضو حضرتك مدي 100,000 جنيه لقيام الجماهير بتوجيه هتافات خارجه لجماهير الفريق الاخر، الاثنين وجهوا هتافات خارجه لبعض. وبعدين اذا كان على الاستفزازات اللي كانت بتحصل، حضراتكم شفتوا كان اثناء المباراه في استفزازات قد ايه. ولكن عادي جدا، احنا كاهلاويه اللي بيلعب في الملعب باسم النادي الاهلي دايما بيحاول يبقى دايما على راسه تلج عشان يبقى هادي جدا جدا جدا، لان انت الفريق الاكبر والافضل والاعظم في كل شيء، وبالتالي الكل بينظر لك بعين قد كده، بعين قد كده. علشان كده احنا بنقول ايه، لو كان في حد اخطا عاقبه، ما عندناش مشكله، بس من فضلك حط عداله واحده، نفس المعيار حضرتك حطه في سواء نادي اهلي، نادي زمالك، نادي بيراميدز، نادي اتحاد، نادي مصري، نادي امبي، نادي كذا، نادي كذا. من فضل حضرتك اعمل معانا كده، واحنا ما عندناش اي مشكله في هذا الموضوع. ده اللي انا اتمناه، واتمنى ان تخرج لائحه العقوبات بسرعه خلال هذه الفتره ويتم تطبيقها على الجميع، بس والنبي بدون تسريبات يعني. قولوا لنا لائحه العقوبات اهي، ابعتوا لنا لائحه العقوبات وقولوا لنا هذه هي لائحه العقوبات. فمن فضل حضراتكم اللجنه الخماسيه كل الايفنتات اللي عملتها او كل الحاجات اللي احنا شفناها من الناحيه التنظيميه هي تنظيميا رائعه الحقيقه. شفنا عندنا جدول الدوري بيبتدي النهارده في تاخير خمس دقائق فعمل 10,000 جنيه. انا الحاجات دي على فكره ما عنديش مشكله فيه، اللي يتاخر يتحاسب، لان انا في النادي الاهلي بتحاسب كده. لما يبقى عندي تمرين الساعه 9:30 الصبح، لو رحت 9:30 ودقيقه بتحاسب ان انا اتاخرت، فما عنديش مشكله. ولكن المعيار يطبق على الجميع، بالمناسبه هو متطبق على الاهلي والزمالك ومتطبق على انديه اخرى، ولكن انا بتكلم ان يبقى في عداله في التطبيق، اللي هي المعيار الواحد يطبق على الجميع. ده اللي اتمنى ان هو يحصل خلال الفتره القادمه. موضوع ثالث عايز اتكلم مع حضراتكم فيه، وهو انا اكتر واحد سعيد بالغاء الحكم الخامس. حضراتكم اللي متابع ملعب الاهلي خلال الفتره اللي فاتت هيعرف قد ايه احنا كنا بنقول دايما، لان النادي الاهلي اكتر فريق اتظلم من موضوع الحكم الخامس دي. لو تفتكروا هات سمير مباراه الانتاج، وطبعا الشده الشهيره لوليد ازارو، والمباراه الاخيره برضو مباراه بيراميدز اعتقد، واللي شد فيها والحكم قدام العينين الحكم الخامس ولم يتم احتساب ضربه جزاء. والكل مش اسلام، اهلاويه وغير اهلاويه، اجمعوا ان في مباراه بيراميدز نادي الاهلي على الاقل له ضربتي جزاء قدام الحكم الخامس، بالمناسبه ضربتي الجزاء. ومباراه الانتاج الكل اجمع على ان هناك ضربه جزاء لنادي الاهلي في هذه المباراه. فانا دايما كنت بطالب بايه، وبعدين خلي بال حضراتكم في بيبقى تواكل. تواكل يعني ايه؟ تواكل ان كل واحد من الحكام، الحكم الخامس يقول لك ايه، انا سيبها للحكم الرئيسي يحسبها، والحكم الرئيسي يقول لك ايه، انا سيبها للحكم الخامس يحكمها يحسبها. هو ده اللي احنا بنشوفه،
هو ده الشكل اهو اهو، تخيلوا حضراتكم. لا هات لي بقى الظل بتاع الحكم الخامس والنبي اهو 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 اهو. ده نهار اسود، ده بجد مش يعني مش ممكن، دي غير طبيعيه. هات التانية بقى بتاعت بيراميدز ولا معلش؟ طب هاتها يا نجم، هاتها يلا. لا اصل دي خلاص دي ما يعني يعني دي هنفضل يعني ماشي. اللي بعدها بقى طيب اهو راح حسين، ادي واحده قدام مين دي يا جماعه؟ خلاص بلاش دي، بلاش دي يا سبيل النبي، لا لا دي صعبه، هات التاني هات التاني اهي ماشي. قلشت من حسين، خدها حسين واهو قدام مين حضراتكم؟ قدام مين؟ قدام الحكم الخامس. فانا بعد المباريات دي الحقيقه قلت هو طيب هو الحكم الخامس محطوط ليه؟ الحكم الخامس سواء هنا او هنا محطوط لمساعده الحكم الرئيسي، حكم الساحه. الحكم الرئيسي بيساعده الاثنين حكام اللي هم واقفين على خطوط هنا وهنا، خطوط المرمى يعني. فلقينا ان كل المصايب اللي بتيجي ضد النادي، ضد النادي الاهلي كلها من الحكم الخامس. والحكم الرئيسي على الاقل كابتن جهاد جريشه في اخر مباراه قال لك اصلنا اعتمدت على الحكم الخامس. لا يا عم ما تعتمدش، ما فيش حكم خامس بقى. فانا طلبت لو حضراتكم تتذكروا، طلبنا من خلال ملعب الاهلي ان ده اسمه اهدار مال عام، ان حضرتك بتعمل فتنه من لا فتنه. خلي الحكام هم اللي موجودين زي ما احنا متعودين وزي ما بنشوف لغايه لما يتم تطبيق الفي ار، بناء على الكلام اللي قاله الاستاذ عمرو الجنايني وانا بثق في كلامه جدا، هيبقى في الدور الثاني ماشي، ادينا مستنيين ما عندناش مشكله. فانا سعيد جدا بالغاء فكره الاستعانه بالحكم الخامس، لانها كانت مصاريف زياده على لجنه الحكام وعلى اتحاد كره القدم، وفي نفس الوقت لا تساعد. لما سالت كل او معظم المديرين الفنيين، مش كلهم عشان ما ابقاش كذاب، لما سالت معظم المديرين الفنيين اللي انا ليا صله ان انا اقدر اكلمهم واسالهم في هذا الموضوع، قالوا لي كل الاخطاء اللي كانت بتيجي من الحكم الخامس، والكل اجمع على ان هناك حاله من التواكل دائما بتبقى موجوده ما بين حكم الساحه والحكم الخامس. الحكم الخامس يقول لك ايه؟ انا هسيب هي قدام الحكم الرئيسي فانا هسيب الحكم الرئيسي يحسبها. والحكم الرئيسي يقول لك ايه؟ اصل دي هي قدام الحكم الخامس فانا هسيبه هو يحسبها. وفي الاخر ولا ده بيحسب ولا ده بيحسب. واللي بتتضر الانديه. فانا قبل ما اطلع اتكلم مع حضراتكم اهو كابتن راح يصفر، كابتن ابراهيم نور الدين راح يصفر هنا. فالحكم الخامس قال له ما فيهاش حاجه او ما قالوش او ما اتكلمش. فسكت فمشى اللعب. تخيل. فيعني فمثلا انا قلت لحضراتكم ان قبل كده ان الحكم الخامس ده اهدار للمال العام. فانا الحقيقه بشكر كابتن جمال الغندور على الغاء هذه الفكره، او لو حضرتك عايز تعملها يجب ان يكون هناك تعليم اكتر لمجموعه الحكام المتواجدين، تعليم يتعلموا اكتر ايه يعني ايه وظيفه الحكم الخامس. ان انا لما اشوف ضربه جزاء قدامي لازم اقول، لازم اتكلم اشاور، ده لو الحكم ما سمعنيش اشاور له اقول له ده جو ده ضربه جزاء. فاذا كان ده موجود اوكي، لكن كل اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت انا شخصيا بعتبر ان ده اهدار مال عام، لاني كلمت كباتن ومديرين فنيين كبار الحقيقه، كلمتهم وسالتهم قالوا لي يا اسلام يعني احنا شايفين ان هم مالهمش لازمه. فانا بشكر الكابتن جمال الغندور على الغاء هذه الفكره، لانها لحين لما يتم التعليم بشكل جيد، لما يتم التعليم بشكل جيد هتبقى الموضوع تمام. هنستحمل بقى ماتش ماتشين بتاع، لكن مش هنستحمل طول السنه. ده انا جايب لحضراتكم حاجات بسيطه كده، واحده خرجتنا من الكاس وواحده ضيعت منا نقطتين في الدوري، مش الدوري ده اللي قبله ولا الدوري، هو الدوري ده كنا بدل ما خدنا الدوري ب8 كنا خدنا بفرق 8 كنا خدنا الدوري بفرق 10. فانا بشكر الكابتن جمال الغندور على كاسلام ماليش علاقه بحق، لكن كاسلام انا بشكر الكابتن جمال الغندور على الغاء فكره الحكم الخامس، لحين لو حابب ان هو يعمل الفكره دي مره تانية لو لم يتم تطبيق الفي ار خلال
الدور الثاني من عمر الدوري، يكون الفتره دي بقى عمل معسكرات معينه للحكام، عمل حاجات معينه للحكام علشان يرجعوا بقى بشكل افضل في التطبيق في المباريات سواء للاهلي او لغير الاهلي. لما اجي بتكلم في حاجه زي دي يا جماعه انا بتكلم فيما يخص الحكام المصريين وليس النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اكتر الناس اللي او اكتر الانديه اللي اتضرت، وزي ما حضراتكم شفتوا خرجنا من بطوله كاس مصر بسبب ضربتي جزاء قدام العين الحكم الخامس وما احتسبهمش، ده في واحده ثالثه كمان، بس احنا بنتكلم على اللي الناس كلها اتكلموا عليه، ان الناس كلها اتكلمت عليه او اجمعوا عليه. نتمنى ان الكابتن جمال يعمل معسكرات لو عايز يرجع الحكم الخامس بدايه من الدور الثاني مثلا، يعمل بقى معسكرات قويه ويعرف الناس ويعمل معسكرات تدريب ومحاضرات خلال الفتره القادمه للحكم الخامس علشان يتعلم عشان ما يضرش. انت كنت ممكن تخسر النادي الاهلي دوري لا قدر الله، وانت بالفعل خسرته كاس، خسرته كاس بالفعل. كان ممكن بعد كده ممكن المباراه دي كانت تتحسب ضربه جزاء وتطلع بره، بس يبقى انت عملت اللي عليك كحكم، يبقى انت اللي عملت اللي عليك وضميرك مستريح وتنام مستريح. انا بيتهيالي ان الكابتن جهاد جريشه ما استريحش او ما نامش كويس غير لما طلع اعتذر لجمهور النادي الاهلي. هو اعتذر، هو كابتن جهاد بالنسبه له ان انت لما اعتذر على خطا هو خطا تمام، لكن بالنسبه لجمهور النادي الاهلي لا، انت خرجتني من بطوله. لو كانت بقى العكس حصل ان الكره دي تم احتسابها ضربه جزاء واتدخلت جون كان هتبقى نتيجه المباراه، كان من الممكن احنا ما نعرفش المستقبل، او كان ساعتها ما نعرفش المستقبل فيه ايه، ولكن كان من الممكن ان يتم او تتغير نتيجه المباراه. فانا سعيد بالغاء هذه التجربه لحين لو كان هناك تفكير انها ترجع مره اخرى، لحين لما الحكام تتعلم بشكل جيد جدا علشان ما يبقاش في انتقادات كثيره. ما حدش بيعمل الصح بنسبه 100%، عمرها ما بتحصل، عمرنا يعني كلنا عندنا اخطاء، ولكن ممكن جدا تقلل الاخطاء، وده الكلام اللي انا قلته في الاول. الفارق ما بين اي حكم كبير واي حكم صغير ان الحكم الكبير ده بيخطئ بس بيحاول يقلل من اخطائه على قد ما بيقدر، زي ما النادي الاهلي قلل من اخطائه فكسب الدوري، النادي الاهلي اثناء المباراه الزمالك قلل من اخطائه فكسب الزمالك وكسب السوبر. دي النظريه، هي دي المنطقيه في هذا الموضوع. والله انا كنت عايز اعمل حاجه رمضان صبحي النهارده، لان رمضان صبحي من وجهه نظري من افضل الناشئين اللي كانوا في النادي الاهلي. بالمناسبه رمضان صبحي ناشئ في كان ناشئ في النادي الاهلي، انا افتكرت دلوقتي وانا بتكلم. وبالمناسبه برضو سمير جاب لنا كده حاجه تفكر جمهور النادي الذي لا يشجع او الجمهور الذي لا يشجع الاهلي، ان رمضان صبحي ان هو عنده 6 سنين أو 7 سنين بيلعب في ناشئين النادي الاهلي. انت جبت الفيديو، والله برافو عليك يا سمير، جاهز كمان، ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ دي جات لي كده فكره على ال... طب يلا ورينا الفيديو. شباب عارفين كابتن خالد طبعا، اتفضل يا شباب. ومعانا 3 شباب، عندنا شريف ومحمد ورمضان. طيب احنا دلوقتي المسابقه بتاعتنا عشان نبتديها بقى على طول. يا خالد 3 برافو. 5 بس اقف هنا والنبي يا سمير، بس ثانيه واحده، انت معايا؟ ماشي. لا انا عايز صوره رمضان. هو انت جايب لي ظهره؟ طب يلا. هو الكابتن خطيب اللي واقف مظبوط؟ طيب. في الشاشه في شريف محمد، دي نتيجته في الضربات اللي الكابتن كان بيحكمها، الضربات اللي كان بيعملها. طب والله ده كان جامد برضه. ده كابتن خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. ودول مجموعه من الناشئين اللي كانوا بيلعبوا داخل النادي الاهلي. وده الكابتن خالد بيبو طبعا عضو لجنه التخطيط في النادي الاهلي حاليا. وده الكابتن رمضان صبحي على ما اعتقد، ولا مش هو؟ لا هو اهو. اهو. كمل كمل. الله عليك يا رمضان. الله عليك يا رمضان.
معلش. هو رمضان بالمناسبه مواليد سنه كام؟ 97. بالمناسبه رمضان هيفضل مواليد سنه 97 لو بعد 20 سنه، عشان بس الناس اللي يعني مواليد رمضان صبحي هيفضل مواليد 97، مش هينفع يتغير. اه والله مش هينفع يتغير خالص، مواليد 97 هيفضل مواليد 97. فانا بس فيديو كده افتكرته قلت اجيبه برضو للناس اللي عايزه تفهم ان رمضان صبحي من هو صغير بيلعب في النادي الاهلي، من هو عنده، هو هنا كام سنه؟ هو هنا عنده كام سنه؟ 7-8 سنين يعني. كابتن خطيب بالبدله اهو بيلعب وماما. يا سيدي لا هو رمضان انا عارف ان هو، تعالي لي يا سمير، شكرا يا سمير. انا عارف ان رمضان متعب شويه، متعب لانه متعب للفرق الاخرى يعني، او الفرق الاخرى دايما بتحس ان رمضان صعب ان هم يمسكوه، لما بيبقى فايق بصراحه صعب جدا ان انت تمسكه. في وسط لعيبه الكره دايما مسمينه العفياجي. العفياجي غير ان هو مهاري فهو متعب. فمعلش يعني برضو حاجه كده في النص وانا بتكلم مع حضراتكم، لان انا قلت لهم النهارده عايزين نتكلم على رمضان صبحي لانه كان يستحق الحقيقه مجهود وافر، مجهود كبير، عمل مجهود كبير جدا في مباراه السوبر المحلي ضد نادي الزمالك، وكان بيدافع كويس جدا، كان بيهاجم. كل محللينا الكبار اللي كانوا موجودين معانا سواء الكابتن فتحي او الكابتن بلال او الكابتن اسامه في يوم المباراه اجمعوا ان رمضان صبحي بس محتاج ان هو يلعب على الجون اكتر علشان يجيب اجوان اكتر. ان يعني هو بيخش وبيعمل ثرو باسز للاعبين القادمين زي الجون الثالث كده لما عمله. فرمضان احنا محتاجينه يجيب اجوان، ان شاء الله هيعملها بقى خلال الفتره القادمه. واحد برده من اللاعبين اللي زي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي اجاد، واجاد بشكل كبير جدا جدا. جونيور اجاي، جونيور اجاي اجاي انا اسف، كان في اخر الصف. اتمرن، اجتهد، موت نفسه في التمرين بإصرار، بعزيمة، بكل حاجة. رجع أحرز هدف وعمل واحدة من أفضل المباريات لجونيور أجاي منذ فترة طويلة. خلينا بقى نروح نشوف جونيور أجاي وتقرير صوتي عن جونيور أجاي لغاية لما يجهز التقرير. زي ما قلت لحضراتكم هو واحد من افضل اللاعبين اللي كانوا في المباراه الاخيره، نتمنى ان هو يكمل بهذا المستوى وبهذا الشكل. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن جونيور اجاي، نجم قمه السوبر المحلي ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، بطل الدوري وبطل الكاس، وفاز النادي الاهلي في هذه المباراه 3-2. نادي الاهلي جونيور اجاي احرز الهدف الاول والهدف الثالث. جونيور اجاي تقرير يستحقه. من أرض النسور جاء باحثا عن الأضواء والشهرة. في القلعة الحمراء وجد ما كان يحلم به، جونيور أجاي صاحب القدم الذهبية والمهارة، اقتحم ومن دون إنذار قلوب الجماهير الحمراء ليؤسس موطنا من المحبة وليحتفظ بموقع مميز سكنه من قبله محترفون أفارقة من أبرزهم أمادو فلافيو وجيلبرتو ثنائي أنجولا الشهير. أجاي كان صاحب النصيب الأكبر في فوز الأهلي بكأس السوبر بعدما سجل هدفين من الثلاثية الحمراء في شباك الزمالك ليفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وليتوج بكأس السوبر للمرة 11 في تاريخه. لكنه أكد أن الأهداف جاءت نتيجة لجهود جميع زملائه بالفريق، رافضا أن يتم نسب الأهداف له بمفرده، مؤكدا لولا زملائه ما كان يستطيع إحراز الأهداف. صاحب 23 عاما قادما من نيجيريا أرض النسور، جونيور أجاي أثبت يوما بعد يوم أنه يستحق تلك المكانة في قلوب الأهلاوية بعدما قدم أداء ممتعا مع الفريق الأحمر ليحجز مكانه الأساسي بين صفوف الفريق في 4 مواسم منذ انضمامه للقلعة الحمراء أغسطس 2016. النيجيري جونيور أجاي الذي غاب عن الأهلي فترة طويلة بسبب إصابة الركبة
ثم عاد ليشارك مع الفريق الأحمر، ودائما ما يظهر في الأوقات الحاسمة فثقة الجماهير فيه كبيرة. خاض الفهد النيجيري 97 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 25 هدف فيما ساهم في صناعة 20 هدف. أجاي نال إشادة جميع المدربين الذين قادوا المارد الأحمر في الفترة الأخيرة، يدفعونه في مراكز مختلفة لتنفيذ فكرهم الهجومي. دائما ما يكون عند حسن ظنهم به فهو لاعب جوكر في الجانب الهجومي. ما هي النهاردة حلقة مضحكة جدا، يعني أنا بحب أضحك النهاردة، أقول لحضراتكم أنا بضحك على إيه النهاردة. برضو من ضمن الحاجات اللي تضحك إن الناس لسه عمالة تتكلم في مباراة السوبر وفرحة الأهلي بمباراة السوبر وأصل مباراة السوبر ومش عارف مين كسب إيه وعمل إيه والنادي الأهلي قفل الملف. إحنا قافلين الملف. أنا قلت لحضراتكم الكلام ده أول امبارح، قلت لكم إن الكابتن خطيب راح تاني يوم للاعيبة النادي الأهلي قال لهم شكرا ألف مبروك كسبتوا السوبر، مبروك عليكم كالعادة يعني زي ما متعودين، ألف مبروك كسبتوا السوبر، فكروا بقى في مباراة القادمة مباراة سموحة. السوبر انتهى وأصبح في المتحف أو في التاريخ أو في الدولاب، عندنا بقى بطولة تانية، والناس لسه عمالة تتكلم وترغي في مباراة السوبر. بجد يا جماعة الكلام اللي أنا بقوله ده بجد وحقيقي، لغاية دلوقتي الناس بتتكلم على مباراة السوبر والأهلي. والنادي الأهلي في حتة تانية، النادي الأهلي كابتن خطيب راح سلم على اللعيبة مبروك يا رجالة، ألف مبروك كسبتوا وعملتوا أداء كويس واتكلم معاهم وكل حاجة، وبعدين اقفل يا جماعة بقى الملف ده أهو، الملف ده اتقفل، اقفل الملف ده حطه على جنب، خلاص دخل الدولاب، احنا عايزين البطولة الـ 42 في الدوري، بعدها نفكر في البطولة الـ 12 في السوبر، بعدها نفكر في أو أثناء هذا الموضوع نفكر في الدوري الأهم والأكبر بالنسبة لجمهور النادي الأهلي وللنادي الأهلي هو دوري أبطال أفريقيا. والناس لسه قاعده بتتكلم على مباراه السوبر، حاجه غريبه جدا. احنا ممكن نحلل فنيا مباراه السوبر شويه النهارده، عايزين نحلل فنيا شويه، لكن ما خلاص الفرحه بالنسبه لنا انتهت، قفلنا الفرحه يوم المباراه. انا قلت لحضراتكم يمكن في اخر الحلقه قلت لكم احنا يوم الجمعه ده هنقفل وهاجي لكم يوم الاحد، يعني خلاص بنستعد، عندنا ماتش بكره بالمناسبه هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة قبل المباراة بساعتين، هنكون على الهواء مباشرة مع حضراتكم ونحلل هذه المباراة أو ساعتين ما قبل المباراة وإن شاء الله ساعتين ما بعد نهاية المباراة. فاحنا قفلنا وهنتكلم عن مباراة سموحة، نتكلم عن مكاسب السوبر، بنتكلم على كل الحاجات دي، ولكن قفلنا بقى، قفلنا الفرحة، اللعيبة دي قفلت الفرحة. أنا بكلم اللعيبة، الناس مركزة تركيز غير طبيعي، مركزين خلاص نسيوا وبيفكروا في اللي جاي، ولسه في ناس بتتكلم على مباراه السوبر واصل الاهلي والاهلي ويا باشا والاهلي كذا والاهلي مش عارف ايه، واحنا الموضوع اتقفل مش هنتكلم فيه، هنتكلم شويه فنيات النهارده، اهم المكاسب مش عارف ايه كذا كذا كذا، وبعدين هننتقل لمباراه سموحه، هنتكلم طبعا بشكل عام عن مباريات الدوري اللي اتلعبت امبارح والنهارده والشكل العام لبدايه الدوري، وهنتكلم عن مباراه النادي الاهلي بكره. ما حدش هيتكلم على السوبر كتير يعني. يعني احنا الفرحه انتهت بالنسبه لنا. خلاص ابتدينا نركز في مباراه النادي الاهلي ضد نادي سموحه في افتتاحيه الدوري العام المصري. هتخلص من المباراه دي هنفكر في كانو سبورت. ولسه الناس، ما انا بقول لحضراتكم النهارده كل ما تيجي تقعد تفكر كده تقعد تضحك. وده كويس على فكره بالمناسبه ان انت تقعد تضحك تضحك تضحك. اتمنى ان احنا نفضل نضحك على طول، بس احنا بنضحك اعتقد هنفضل نضحك كتير. احنا عايزين نضحك وعايزين في نفس الوقت نبقى مركزين في المباريات القادمه. اللعيبه كده، اللعيبه فرحوا واتبسطوا وانا بشكركم جدا على رد الفعل اللي حضراتكم دايما بتبقوا دايما واقفين معانا فيه. النهارده الكابتن عادل طعيمه بيقول لي يعني اسلام الناس كلها بتقعد تتفرج على قناه الاهلي وعلى ملعب الاهلي وعلى اللي بيتعمل. قلت له كابتن عادل ده بوجود حضراتكم طبعا، لان انتوا اساس الملعب الاهلي ومحللينا الكبار اللي احنا دايما بنستفيد منهم ومن كلامهم اللي دايما بيبقى بيحصل. يعني انا بيتقال حاجه من شهر بلاقيها حصلت بعدها بشهر، وبالتالي هو ده اللي احنا عايزينه دايما نفضل فيه مع حضراتكم، وهو ده دايما الوعد اللي بنقوله دايما لحضراتكم ان احنا هنفضل ماشيين بهذا الشكل.
وبهذا المنهج وبهذا الاسلوب لغايه لما نشوف بقى ايه اللي هيحصل بعد كده. فخلاص انتهى ماتش السوبر. هنتكلم النهارده مع عندي ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه، والنجم الكبير الكابتن ماهر همام، والنجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد. هتكلم معاهم عن المباريات القادمه، هنتكلم طبعا فنيا شويه عن مباراه السوبر واهم المكاسب، وهتكلم عن مباريات الدوري واول مباريات الدوري كانت امبارح والنهارده، وهتكلم ايضا عن استعدادات النادي الاهلي لمباراته غدا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل ضيوفنا الكبار. عاشت جماهير النادي الأهلي ليلة سعيدة مساء الجمعة الماضية، وقدم مباراة ماراثونية بالفوز على الزمالك في القمة التي أقيمت على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية. جرت الأمور بشكل أكثر من رائع في كل شيء، بداية من التشكيل المميز الذي بدأ به الثعلب السويسري الجديد ريني فايلر المباراة، وأيضا مستوى اللاعبين وقتالهم على الفوز، جميعها أمور أسعدت الجماهير ومسؤولي النادي الأهلي. قدم رينيه فايلر أوراق اعتماده بشكل قوي بعدما توج بأول ألقابه مع القلعة الحمراء في المباراة التي شهدت تألق العديد من اللاعبين على رأسهم محمد مجدي أفشة الذي صال وجال وحقق ما أراد في أول مباراة له في القمة، وكذلك حسين الشحات الذي سجل هدفا ولا أروع، كل ذلك في كفة، والنسر النيجيري المتألق جونيور أجاي تاجر السعادة الأهلاوية في كفة أخرى، خاصة أنه سجل هدفين ولا أروع قاد بهما أبناء القلعة الحمراء لفوز رائع وبطولة غالية لن تمحى من ذاكرة البطولات. المباراة شهدت تألق حمدي فتحي مسمار وسط الملعب الجديد، علي معلول، والنجم رمضان صبحي الذي نجح في تشكيل خطورة مستمرة على دفاعات الزمالك، نجح في صناعة الهدف الثالث. وبالرغم من سوء الحظ الذي صادف رينيه فايلر في المباراة بعد إصابة ثنائي قلب الدفاع محمود متولي وياسر إبراهيم وخروجهما للإصابة بعدما قدم أداء ولا أروع، لكن الحظ لا يذهب إلا لمن يستحقه، حيث واصل الأهلي ضغطه على كافة أرجاء الملعب وسط حماس شديد وقوة استمدها اللاعبون من الجماهير العظيمة التي حرصت على مؤازرة الفريق، لكن كانت لهم الكلمة العليا في تحقيق الفوز المعتاد على الزمالك، وكانت الجماهير مصدر الثقة والطمأنينة للاعبين. حقا إنه الأهلي، ومن غيره يعرف طريق البطولات، ومن غيره أسطورة الانتصارات. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه. كابتن عادل ازي حضرتك؟ والف مبروك. الاسلام. الف مبروك علينا جميعا، مبروك عليك وعلى برنامجك الناجح. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. انا سيحت دلوقتي بصراحه وقلت اللي حضرتك قلته لي على طول، سيحت انا دلوقتي وقلت اللي حضرتك قلته لي على طول على الهواء. طيب ماشي. كابتن النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، ازيك يا كابتن ابراهيم؟ والف مبروك. الله يبارك فيك، ومبروك لجمهورنا العظيم ومجلس اداره والجهاز الفني والاداري واللعيبه، الحقيقه حاجه محترمه، و ان شاء الله مزيد من الانتصارات في الفتره القادمه يا رب. ان شاء الله كابتن ماهر، اما النجم الكبير الف مبروك يا كابتن ماهر. الله يبارك فيك يا كابتن، يعني دايما الحياه منورنا.
ربنا يبارك لك يا رب. احنا عايزين حلقات على السوبر ده بصراحه. خلاص بس دايما احنا متعودين في النادي الاهلي خلاص عندنا ماتش بكره. احنا من بقالنا فتره اسلام بالنادي على حلاوه الاداء بالظبط مظبوط. واحنا قلنا يمكن راهنا انا وكابتن عادل وكابتن ابراهيم ان احنا في المباراه دي هيبقى 80% للعيبه و20% لراجل خواجه. النسبه عاليه بالنسبه للخواجه واللاعبين من خلال المباراتين، لكن السوبر ده يعني محتاج ان احنا اكتر من حلقه، لان الحاله الفنيه والبدنيه والتكتيكيه اللي كان عليها لعيبه النادي الاهلي كانت مميزه بشكل كبير جدا. قدرنا بقى ان احنا نقفل ونخش في اللي بعده ان شاء الله. هنسمع منكم طبعا وجهه نظركم، ولكن قدرنا كنادي اهلي طبعا انتوا يعني خلاص. عارفين احسن مني مليون الملف مره اتقفل. الملف اتقفل بتاع السوبر، الملف والسوبر اتقفل. الناس لسه بتتكلم طبعا بالزبط. وعمالين يقولوا مش عارف ايه والكلام ده كله، ولكن احنا كده هنتكلم نعرف من حضراتكم اهم مكاسب مباراه السوبر خلال الفترة القادمة، وبعد كده هنتكلم عن مباريات الدوري بشكل عام، وهنتكلم عن مباراة غدا ان شاء الله، لان كل لعيبة النادي الاهلي يا كابتن عادل مركزة في مباراة بكرة. فخلينا ناخد من وجهة نظر حضرتك اهم مكاسب مباراة السوبر المحلي وفوز النادي الاهلي بطل الدوري على نادي الزمالك 3-2. بسم الله الرحمن الرحيم. جانب السوبر وان شاء الله باذن الله باذن الله مزيد من الانتصارات في الفترة القادمة ان شاء الله. كابتن ماهر اعرف برضو من وجهه نظر حضرتك اهم مكاسب لقاء السوبر. بص يا اسلام، عارف انت 20 حلقه بس معلش انا عايز اقول لك لا الواقع الواقع هزم الحلم. يعني عايزين نبدا نقول ان ده واقع. ايوه واخد بالك، الناس كانت بتقول احلام وهو، لكن عايز اقول لك ان واقع النادي الاهلي هزم الحلم اللي كان موجود عليه نادي الزمالك. النقطه الثانيه انك انت كسبت بطولتين. انا في رايي يعني السوبر وكسبت الـ 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 المنافس التقليدي اللي هو نادي الزمالك. ايوه يعني الكباتن اتكلموا على الجانب الفني، عايز برضك اضيف بعض النقط. اتفضل. انك انت الجانب الفني والاداري عايزين نحيي السيد عبد الحفيظ، واشتغل بشغل اداري بسرعه وحاول ان هو يسند الراجل لان الوقت كان قليل. عايزين نحيي كمان سامي قمصان لانه سامي اشتغل في الجانب الفني، ودي وضحت في المباراه يا اسلام انك انت في الظروف اللي كانت صعبه على النادي الاهلي بعد اصابه قلبي الدفاع عملت ربكه، وفي نفس الوقت اللي اشترك فيها بشغل ايجابي وفعال هو سامي قمصان لما وقف واتكلم ان نزول محمد هاني ووجود فتحي في مكانه. كانت بعض الناس فاكره ان احمد فتحي هيخش جوه ده يقوم بالدور ده ومحمد هاني يلعب في مكانه في الباك رايت، لكن سامي اتكلم مع الجهاز الفني واتكلم مع الراجل على اساس ان احنا نفضل زي ما احنا، لان الناس خدت ثقه. احمد فتحي خد ثقه بشكل كبير جدا في بدايه المباراه وحتى الدقيقه 64، لكن وجود محمد هاني هو الجوكر اللي يقدر يلعب في المكان ده بشكل ايجابي. بحيي محمد هاني ان هو ادى دوره في المكان اللي بيمثل خطوره بشكل كبير جدا. قلب الدفاع ده يعني انا شايف ان اصابه متولي وبعدين ياسر ابراهيم هي يمكن اللي دخلت نادي الزمالك او رجعت نادي الزمالك للجيم مره تانية. عايز احييهم كمان في حته انه رجع حمدي فتحي. يعني احنا حمدي فتحي عارفين ان حمدي فتحي بيجيد في الهاف الديفندر، لكن بردك سامي قمصان هو اللي اشترك في حته التغييره ديت. بردك من ضمن المكاسب ان احنا رجعنا حمدي فتحي في قلب الدفاع، يمكن باستثناء طبعا ضربه الجزاء اللي كانت غصبا عنه، اللي كان واضح ان المجهود المبذول والتعب اللي كان موجود على حمدي فتحي هو يمكن اللي خد قرار في حته العرقله اللي اتحسب منها ضربه الجزاء الثانيه. عايز اقول لك ان لعيبه النادي الاهلي بانت شخصيتها وبانت معدنها، ودي كانت سمه من ضمن السمات اللي احنا كان عندنا ثقه في الله وثقه في لعيبتنا، ان في المباريات اللي بالشكل ده المباريات المهمه السوبر بيبان معدن وثقه لعيبه النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء والدوافع اللي كانت موجوده عليها لعيبه النادي الاهلي، وده اللي ساعد الراجل بشكل كبير جدا انه يخش في اجواء المباراه. يعني اللعيبه زي ما احنا اتفقنا وقسمنا بنسب 80 و20 وبعدين 60 و40 او 30 و70، فانا عايز اقول ان اللعيبه ليها دور كبير جدا في اعاده الثقه للجهاز الفني واعاده الثقه للمدير الفني، وبعدين التعارف اللي اتبنى بسرعه من خلال المباراتين مكسب ادي الثقه لجمهور النادي الاهلي في الجهاز الفني ان فعلا الجهاز الفني ده الحلم اللي كان بيحلم بيه لجنه التخطيط ومجلس اداره ان يبقى مدير فني لحلم النادي الاهلي القادم، ان الراجل ده هو الراجل المناسب من خلال هذه المرحله. فالنقطه الاخيره
التلات اهداف اللي جم يا اسلام بصراحه محتاجين استوديو تحليلي بقى. أيوة. لانه هنتكلم عنهم حاجه تفرح، حاجه جميله بصراحه جدا يعني وفرحانين. فتلات اهداف انا شايفهم يعني من اجمل الاهداف اللي كانت موجوده في المباراه. اداء النادي الاهلي من خلال 64 دقيقه كان اداء متميز من الناحيه البدنيه والفنيه والتكتيكيه. جمهور النادي الاهلي الواعي اللي عنده ثقافه اللي بيساند الفريق من اول المباراه كان واضح قوي هتافه وتشجيعه وثقته في مكسب لعبته. طبعا بنبارك لمجلس اداره النادي الاهلي، اصرار الكابتن محمود الخطيب ان هو يبقى موجود في المعسكر ويروح يقابلهم في الملعب الاول وبعد كده يتابع معاهم في 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 المعسكر. كابتن محمود الخطيب كان واضح كده. نعم، جاي عامل الحركه دي يقول لك ايه مبروك يا جماعه، فتبقى انت مبسوط قوي وفرحان مبروك، بس عندنا ماتش يوم الاثنين. وده اللي حصل بعد المباراه. فزي ما انت قلت، وهو ده النادي الاهلي خلاص اتقفل ملف السوبر بالمكاسب اللي كانت فيه، وبعدين هنبدا ان شاء الله باذن الله خطوه الدوري. المباراه اللي جايه سموحه من المباريات الصعبه، واحنا شايفين يعني حتى لقاءاتنا مع سموحه طبعا هنتكلم عليها فنيا. هنتكلم عنها دلوقتي. فدي كلها مكاسب يعني بنبارك للنادي الاهلي ومجلسه وادارته وجهازه الفني واللاعبين وجمهور النادي الاهلي وصاحب البطولات اللي بيشارك فيها هؤلاء النجوم الكبار العظام. تمام، هنطلع نشوف اول تقرير عندنا النهارده، او ثاني تقرير انا اسف، بعد تقرير جونيور اجاييه والاهلي السوبر. خلينا نشوف التقرير الثالث النهارده وهو مكاسب النادي الاهلي في كاس السوبر، وبعد كده هنطلع نرجع نتكلم بشكل عام عن المباريات الدوري العام في اول ايامه وثاني ايامه، بعد كده بقى نتكلم في النهايه عن النادي الاهلي ومباراته الاولى الافتتاحيه في الدوري العام المصري، مباراه نادي سموحه. حصد الأهلي مكاسب عدة من الفوز على الزمالك لم تتوقف عند مجرد التتويج ببطولة كأس سوبر. تضمنت المكاسب الأهلوية تحقيق انتصار مهم في البطولة الخاصة بمباراة القمة مع الغريم التقليدي الزمالك، حيث تعتبر جماهير الفريقين الفوز بالقمة بطولة في حد ذاتها تساعدهم كثيرا. رفع الأهلي رصيده من البطولات التي حققها على مدار تاريخه إلى 137 بطولة في جميع البطولات ليعزز موقفه من صدارة قائمة أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات والألقاب بواقع 20 لقبا قاريا، منهم 8 ألقاب في دوري الأبطال الإفريقي، 4 ألقاب في أبطال الكؤوس الإفريقية، بطولة كونفدرالية إفريقية، 6 ألقاب في بطولة السوبر الإفريقي، وبطولة أفرو أسيوية، إلى جانب 4 ألقاب للبطولات العربية. على الصعيد المحلي حصد الأهلي 41 لقبا في بطولة الدوري الممتاز، 36 لقبا في بطولة الكأس، 11 لقبا في بطولة السوبر المحلي، 7 ألقاب في بطولة السلطان حسين، 16 لقبا في بطولة دوري منطقة القاهرة، إلى جانب كأس الجمهورية العربية المتحدة في مناسبة واحدة، كأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة. يعد المكسب الأهم هو نجاح سويسري ريني فايلر المدير الفني الجديد للفريق في تثبيت أقدامه وتقديم أوراق اعتماده للجماهير بعدما نجح في التتويج بالبطولة على حساب غريمه التقليدي الزمالك وفي مباراته الثانية ليحقق انطلاقة قوية بعدما فاز على كونوسبورت بطل غينيا الاستوائية خارج ملعبه، وذلك في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل أن يفوز على الزمالك وبأداء جيد، وكان قريبا من تحقيق فوز كبير لولا الإصابات التي ضربت لاعبي خط الدفاع. حفر فايلر اسمه ضمن القائمة الذهبية للمدربين الأجانب الذين توجوا ببطولة السوبر مع الأهلي، حيث أصبح رابع مدرب أجنبي يفوز بالبطولة مع المارد الأحمر بعد البرتغالي المخضرم مانويل جوزي الذي فاز بالبطولة 4 مرات، البرتغالي توني أوليفييرا، والإسباني خوان كارلوس جاريدو. كما قدم النيجيري جونيور أجاييه مهاجم الأهلي أداء متميزا بتسجيل هدفين وتشكيل خطورة بالغة على مرمى الأبيض ليصبح حلا سحريا لأزمات الهجوم الأهلوي الذي عانى كثيرا مؤخرا، كما دخل القائمة الذهبية بعدما أصبح أول أجنبي يسجل في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري.
كما أنه ثاني أجنبي يسجل في البطولة منذ انطلاقتها بعد المغربي وليد أزارو زميله في الأهلي الذي سجل هدفا في مرمى المصري البورسعيدي بالنسخة الماضية. جاء هذا الانتصار بمثابة دفعة معنوية قوية قبل انطلاقة منافسات الموسم الجديد بمواجهة سموحة، بالإضافة إلى لقاء العودة أمام كانو سبورت الغيني في دوري أبطال إفريقيا. كما شهدت المباراة تألق عدد من نجوم القلعة الحمراء على رأسهم محمد مجدي أفشة، حسين الشحات في الخط الهجومي، بالإضافة لتقديم علي معلول وعمر سولية وأحمد فتحي لأداء جيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هنتكلم سريعا عن الدوري العام المصري في يومه الاول والثاني وغدا ان شاء الله، وابرز الفرق اللي لفتت نظر كابتننا الكبار. ولكن الكابتن عادل عنده حاجه عايز يقولها عن مباراه السوبر. بقالنا فتره وزي ما بيقولوا الكباتن الكبار ان احنا الاداء بتاع النادي الاهلي كان غايب شويه. حسينا من مباراه الزمالك والمباراه اللي قبليها لما تعرضت انك بتبدا هجمتك على الرغم ان نادي الزمالك بيضغط عليك، فانت مصر ان الشناوي ما بيشوطش، ان الشناوي بيبدا بيلعب مع متولي، بيلعب مع ياسر، بيلعب مع احمد فتحي طول المباراه. الحاجه الثانيه في تسديد، ما نلاقي قفشه ثلاث جوال لو هو بس حط وش رجليه صح ثلاث جوال. امتى كان نادي الزمالك بيبقى مغلوب من النادي الاهلي 3-0 في الشوط الاولاني؟ ما حصلتش من فتره كبيره، الى جانب ان ثلاث اربع جوال كان ممكن جدا تنهي الشوط الاولاني بنتيجة عالية جدا. عملية التسديد عمرو السولية حاطط واحدة جنب القائم، ضربة جزاء اللي حضرتك اتكلمت عليها مفيش فيها أدنى ذرة شك. المهارة العالية قوي لحسين الشحات في الجول الثاني، حاجة راجل أعلى منه بنص متر بياخدها من فوقيه. فاكر الجول بتاع المقاولين العرب، الجول اللي حطه من بين رجليه وراح واخد القرار وراح حاططها، لما قلنا الراجل بيبقى واخد قرار ورا قرار ورا قرار. ايوه ده برضه نفس القصه، برضه واخد القرار ان الراجل رايح وراح واخدها من فوقيه وراح شايط، لما شاط عمل ايه؟ كمل نص راح رايح علشان بيتوقع ان الحته دي يقوم يعملها. الجول الثالث يتدرس زي ما بيقول الكابتن ماهر، يعني لما رمضان صبحي يفضل يجري 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 وبعدين اجاييه يتحضر له بحيث ان هو لما يديها له عارف ان اجيه لما بيحضن خلاص بقى، وبعدين بيحطها بطن الجزمه جنب العارضه جول. برضو حاجه جمله. الحاجه الاخيره الراجل، لما حضرتك تفتكر الحلقه اللي قبل الماتش بيوم كنا معاك قلنا اللي ورا حمدي النقاز هيبقى فيه فراغ. الراجل عمل ايه؟ بقى علي معلول لما بيستلم رمضان صبحي بينزل علشان يستلم، المفروض ما ينزلش، لا بينزل بيجيب حمدي النقاز وراه. الحته اللي وراه بتعمل ايه؟ تبقى فاضيه. تلاقي علي معلول في الغالب بيلعب على الاجاييه في الحته ديت، واحيانا لحسين الشحات. ويمكن الجول اللي جه محمد الشناوي لعبها مباشر. محمد الشناوي هو اللي لعبها، تخيل الشحات. هو اللي لعبها لحسين الشحات، فيعني عامل مرتده من الجول للباك للجناح الشمال. دي كلها بداية الهجمة والثقة والهدوء وانت بتأدي مع الضغط على المنافس، دي كلها طبعا المشكلة اللي كانت بتقابله تغييرات الاضطرارية. انا كنت متوقع ان هو هيلعب وليد السليمان 90% في الشوط الثاني، لكن بكل المقاييس ان لازم هنفرح قوي لان انك انت النادي المنافس القوي اللي تبقى كسبانه 3 ومضيع 3 جوال وضرب الجزاء يعني 7-0، دي حاجة تمام. فطبعا لازم نحيي عليها زي ما قال الكابتن سعد عبد الحفيظ راجل المهمات الشاقه، وطبعا سامي قمصان، الاثنين عملوا جهد غير طبيعي، وان شاء الله اللي جاي هيكون افضل باذن الله تعالى. ان شاء الله. كابتن ابراهيم، نتائج مباريات الاسبوع الاول كان طلائع الجيش في اول المباريات ضد نادي المقاولين العرب وفوز المقاولين العرب بقياده عماد النحاس على طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء. المباراه الثانيه
كانت الجونه والاسماعيلي، وفوز الاسماعيلي مع مديره الفني السربي الجديد على فريق الجونه بهدف مقابل لا شيء. وبيراميدز في اقوى المباريات في اليوم الاول، وفوزوا على ام بي برباعيه مقابل هدف. اليوم الاول بالنسبه لك شفته ازاي؟ الحقيقه الفرق كلها داخله كاننا في وسط الجدول. اولا اللياقه البدنيه كويسه، عاليه جدا بالنسبه لكل الفرق اللي اتفرجت عليها. البيراميدز الحقيقه بيقدم اداء اكثر من هو كانت احلى مباراه بيراميدز الحقيقه. عنده عناصر مكتمله سواء في الدفاع او في الوسط او في الهجوم. الحقيقه حارس المرمى الحقيقه مجموعه مكتمله جدا جدا، وقدموا اداء رائع. انبي ما مش عايزين نزعل على انبي قوي، يعني علي ماهر ما يزعلش قوي على النتيجه، لان برضه بيراميدز رجليه في الملعب، لعب كذا ماتش قبل كده. انبي يمكن ده اول ماتش في الدوري، فما يعني ما خدش الاستعداد الكافي انه يقابل بيراميدز بالقوه الغاشمه اللي قابله بيها. الحقيقه قدم اداء اكثر من رائع. شايف ان الملاعب ما بتلعبش مع اصحابها، المقاولين بيكسب بره، ويعني كل الفرق بتكسب بره ملاعبها دلوقتي، فكل الفرق داخله مستعده. ده بالنسبه لليوم الاول اللي حضرتك بتقول عليه. تمام. الحقيقه برضو الدفاعين بتاع بيراميدز، الحقيقه المدافع الايمن والمدافع الايسر الحقيقه قدموا اداء رجب بكار ومحمد حمدي. رجب بكار ومحمد حمدي الحقيقه مستوى اكثر من رائع. بيتقدموا كل اوفراتهم سليمه 100%، بيعملوا اسيستات حتى في الجون الرابع اللي مديه لعبد الله سعيد جاهزه، وعبد الله سعيد الحقيقه عملها بصوره اكثر من رائعه في محمود جاد. الحقيقه برضو الماتش ده بالذات لو الجون بتاع ابراهيم حسن كان جه، انا عايز اوصفه، كان في كوره محمود جاد حارس الانبي طلع عملها بدماغه فوصلت لوسط الملعب. ابراهيم حسن قبل ما تنزل الملعب عملها بوش رجله الخارجي، كانت هتنزل جوه الجون لولا محمود جاد الحقيقه عمل سبرنت وطلعها زي لعيبه الفولي، بجر زي لعيبه الفولي، ما كانتش تطلع. لو كان الجون ده جه كان هيبقى من احسن اهداف الدوري، كان هيبقى احلى. الا بقى لو واحد زيه جه. الا لو واحد زيه جه. حقيقه مستوى جيد في اليوم الاول اللي حضرتك بتسال عليه. تمام. كابتن ماهر، اليوم الثاني اللي هو النهارده كان في اربع مباريات، اسوان ومصر المقاصه، وفوز مصر المقاصه على اسوان خارج ارضه. مصر المقاصه بيفوز خارج ارضه بثلاثيه مقابل هدفين، والانتاج الحربي بيفوز على نادي مصر بثلاثيه مقابل لا شيء. يعني المباراتين دول يمكن ما شفناش مباراه اسوان والمقاصه، ويعني الانتاج الحربي ونادي مصر برضه، لكن من وجهه نظرك انت شايف ان اسوان طالعين يختاروا اكتر من 10 لعيبه في جميع الاماكن اللي احتاجت فيها الفرقه، ويمكن كل فرقه من الفرقه ديت عدت يمكن ال 100 مليون في تجهيزاتها هذا على الموسم. على النادي الاهلي؟ كل الانديه، يعني كل نادي بالارقام، يعني في انديه عدت ال 100 مليون، في انديه عدت 80 مليون، في انديه عدت 60 مليون 40 مليون. واضح ان كان في شراء بشكل كبير جدا السنه دي استعدادا وتجهيز الانديه لموسم قوي من بدايته. والاستعداد ديت اكدت ان الاسبوع الاولاني واضح او ان اسبوع ايجابي لمعظم الفرق، واضح ان كل الفرق طمعانه في الثلاث نقاط، مش فارقه معاها داخل ملعبها او خارج ملعبها. أيوة. النقطه الثانيه يمكن كمان اللي ساعدت ان البدايه تبقى قويه، ان عندنا خمس اجانب مدارس مختلفه، مدربين فنيين موجودين في معظم الفرق دول برضك مدارس مختلفه، جايين يمكن اول مره بييجوا الدوري المصري او الدوري العربي، عايزين يثبتوا وجودهم بشكل جيد، عندهم طرق لعب، عندهم استراتيجيه في الشغل، واضح من البدايه ان هتفيد برضك الدوري المصري بشكل جيد. التحدي اللي موجود عليه بقى في الثلاث نقاط من البدايه، كل فرقه عايزه تكسب لقاءاتها من الاول. هرجع لك بقى للسؤال، ان الوافد الجديد اسوان واف اس مصر، انا شايف اسلام برضك مشكله الفرق اللي بتطلع من الدوري الممتاز به، اولا بتحتاج تطعيم فرق، تطعيم لاعبين يكون عندهم خبرات الدوري الممتاز،
محتاجة تدعيم لبعض اللعيبة اللي عندهم المجهود المبذول القوي اللي يقدر يساعد الخبرات، محتاجين بعض العناصر من الناشئين اللي تقدر تكتمل المنظومة ككل، محتاجين دعم مادي، وانا شايف ان اسوان هيبقى عندها مشكلة في الدعم المادي، ازاي هتقدر تروح وتسافر وترجع والحاجات دي متعودين عليها ان اسوان الحالة المالية بالنسبة لها بتأثر بشكل كبير جدا. اف اس مصر ما عندوش الخبرات، شفناهم مع كابتن مختار من اسبوع او 10 ايام فهم مرحب بيا، يمكن اسامه نبيه كان مدير فني لنادي اف اس مصر، واللي تكسب المباراه دي 5-0 اثرت طبعا على رحيل اسامه نبيه وتوليه عبد الناصر محمد للمهمه. انا شايف برضك عبد الناصر هيعاني بشكل كبير جدا، خبرات اللاعبين اللي موجوده واختياراتهم مش هي دي اللي تقدر تساعدك على انك انت تقدر تقاوم في الدوري الممتاز، بيبقى ليها استراتيجيه وليها توجه. زي لو رجعنا السنه اللي فاتت يمكن الاسيوطي نجح في الجزئيه دي، كان عنده درايه وعنده خبره محمود الاسيوطي مع علي ماهر، اختار الجهاز الفني المناسب واختار اللاعبين اللي عندهم خبره اذا كانوا من اللعيبه المصريين او من اللعيبه الافارقه اللي يقدروا يساعدوا الهدف اللي هم بيسعى ليه. فانا شايف ان في صعوبه طبعا على اسوان ونادي اف سي مصر، لكن طبعا بنبارك الانتاج الحربي من البدايه، كان يهمنا جدا الثلاث نقاط، كابتن مختار عنده الخبره وعنده الدرايه في الدوري الممتاز، يمكن دي السنه الثالثه على التولي بيقعد مع الانتاج الحربي، عامل توليفه جميله جدا من اللعيبه الافارقه واللعيبه اللي هو اختارهم حسب احتياجات الاماكن اللي هو محتاجها. ثلاث اهداف طبعا من الانتاج الحربي، واضح ان البدايه قويه. نتمنى طبعا التوفيق للفرق الاخرى. يمكن برضك عايزين نتكلم على طنطا ووادي دجله، بنحيي ايمن المزين، هو يمكن المدرب الوحيد يا اسلام اللي طالع الوافد من القسم الثاني، لكن ايمن المزين عمل اعداد جيد بدنيا وفنيا وتكتيكيا للفريق. النهارده كان بيلعب بشكل مدافع منظم بشكل جيد بيحترم فيه وادي دجله، قدر بالكونتر اتاك او الكره الثابته ان هو يخطف جول في الدقيقه 88 وحافظ على هذا الشكل وقدر انه يخطف ثلاث نقاط. نتمنى طبعا ان الفرقه الوافده ان هي للدوري الممتاز ان هي تحافظ على مكانتها. انا شايف ان طنطا اقرب من اف سي مصر واقرب من اسوان في وجودها في الدوري الممتاز. كابتن عادل، اخر مباراتين كانوا النهارده وادي دجله وطنطا، وفوز طنطا على وادي دجله بهدف مقابل لا شيء، والمصري البورسعيدي مع حرس الحدود تعادل ايجابي ما بين الفريقين، واطرد للمصري لاعب في الشوط الاول. نتكلم على طنطا و بشكل عام لو حضرتك شايف حاجه وادي دجله وطنطا. طبعا وادي دجله متعود دايما من السنه اللي فاتت انه الراجل بيركز قوي على الاستحواذ وعلى الاداء الفني، وما عندوش اي توتر ان في الدقيقه 95 وهو متعادل او هو مغلوب يبقى في سرعه في الاداء بحيث انك انت تطلع متعادل او تكسب. النهارده بيقابل الفرقه كلها بتدافع من البدايه، فريق طنطا من مالوش اي تواجد هدوء هجومي طوال المباراه، الراجل بيحترم يعني بدايه الدوري، مش عايز يجازف، مش عايز يفتح خطوطه، وبالتالي وادي دجله مش متعود ان هو يلعب مع فرقه واقفه بتلعب بال10 وبال11 واقفين له على ال18. المدرب اليوناني ما عندوش المقدرة ان كان يفك الطلاسم اللي موجودة بالنسبة لخط الدفاع. قدر فريق طنطا من خلال مدير الفني الرائع انه كان بيلعب على المرتدة او على كرة ثابتة. من خلال كرة ثابتة من الحاجات اللي بتتعمل من زمان اللي بيبقى فيه اثنين وواحد يروح من الاثنين اللي واقفين يروح عاملها على جنب ويروح لافف شايط واتعمل فولو عليها في الدقيقة حاجة و80. فطبعا توقيت الجول مع الفاول في المكانه دي طبعا بياخد ثلاث نقاط مهمين جدا في بدايته، اكيد دي هتاثر على معنويات الفرقه في المباريات اللي بعد كده. فريق المصري وحرس الحدود المباراه من اول 10 دقائق تحس انها متكافئه الى الدقيقه 11 حصل طرد نتيجه عنف زايد من اللاعب المصري، فطبعا فضل الشوط الاولاني كله حظر شديد من الحرس على الرغم من انه المفروض ان هو زياده واحد، لدرجه انه طارق العشري كان يعني
بيحفز لاعبته انها تضغط من البدايه، بحيث ان الراجل لعيبه المصري ما تبتديش البدايه من تحت. في المقابل ايهاب جلال مصر ان هو يلعب من تحت من تحت. الشوط الاولاني عدى، الحقيقه كنا جايين بقى في الطريق، ما اعرفش الجولين جم امتى، لكن المصري اظن حرس الحجاج الجول الاول، بعد كده المصري، وبعدين برضه يتحسب للنادي المصري انه بيجيب جول وهو وهو ناقص في العدد. لكن في النهايه اخر 10 دقائق النادي المصري حاول ان هو يعني يحافظ بقى على البط بدل ما يخسر 3 نقاط، بحيث ان ال 10 دقائق عدوا، وبالتالي كل فريق اخذ نقطه. لكن اجمال يا كابتن اسلام، هو الناس مرتاحه، معظم الانديه باستثناء الاهلي والمصري، الاهلي والمقاولين والزمالك، الناس اللي كانت بتلعب في افريقيا، الناس مريحين بقالهم 4 شهور، وبالتالي الناس جهزت، جابت لعيبه كتير. المقاولين ما لعبش في افريقيا، بس لعب ماتش مع الاهلي في الدوري، اللي هم الخمسه اللي بعد الجونه والمقاولين والزمالك والاهلي، دول فضلوا بيتمرنوا ليه؟ ما ريحوش، ريحوش الفرق كلهم مريحين يا كابتن. فقعد 4 شهور صحيح، من افريقيا، افريقيا في شهر 6. فانت دول مريحين الفتره دي، فانت عملت فتره اعداد كويسه، زي ما بيقول الكابتن ابراهيم، عملوا فتره اعداد كويسه قوي، كل الفرق جابت الاماكن اللي هي محتاجاها، سواء من ممتاز الف او ممتاز ب. فعاملين فتره اعداد في النادي المقاولين، لاول مره بيسافر اوروبا ويعمل بيعمل معسكر في اوروبا، وكذلك الجونه، وكل الانديه امنت لعيبه. علشان كده البدايه بتاعت الدوري لو تشوف عدد الاهداف خلال، لسه طبعا في بكره في ماتشين، هتلاقي عدد الاهداف كويس قوي بالنسبه لبدايه دوري عام. لكن 17 هدف في 5 مباريات، فدي برضو نسبه جيده جدا. سوري، 7 مباريات، 7 مباريات، 6 مباريات، 7 امبارح 3 والنهارده 4، بالظبط 7 مباريات. وبالتالي انا يعني البدايه مبشره بالخير، ان الفرق كلها عامله استعداد جيد. الحاجه الجميله كمان، انا يمكن حاولت اتصل بالدكتور بالكابتن جمال غندور زي ما انت شكرته، وانا كنت عايز اشكره لحاجتين. اولا جاب حكم رائع جدا في ماتش السوبر، كان بيحكم مقنع، على الرغم طبعا هو ظلمنا في ضرب الجزاء، وكان في احيانا كوره اوفسايد ما كانتش اوفسايد ولا مانع حساب علينا، لكن جايب حكم كان قبلها بيوم بيلعب ليفربول ونابولي في بطوله اوروبا، فبيجي تاني يوم، فدي طبعا حاجه مبشره. الحاجه الثانيه، الحكام معظمهم الاجسام، بس انا كنت بكلمه النهارده، كان في لايمان، 2 لايمان، واحد امبارح واحد النهارده، كان الـ 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 الوزن زياده شويه، خد باله بقى، يا خد بالك بقى. ماشي. طيب، اذا هيتبقى غدا مباراتين، مباراه النادي الاهلي ضد نادي سموحه ستقام ان شاء الله في تمام الساعه 5:30 في استاد الاسكندريه، والمباراه الثانيه مباراه الزمالك والاتحاد السكندري وستقام في تمام الساعه 8:00. خلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه، مباراه سموحه التي ستقام غدا في تمام الساعه 5:30. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع بقى نتكلم عن مباراه الاهلي وسموحه. اختتم فريق الكرة بالأهلي استعداداته للقاء سموحة المقرر له مساء غد الاثنين باستاد برج العرب في انطلاقة الدوري الممتاز، حيث خاض الفريق ميرانه الأساسي مساء اليوم لتجهيز بعض اللاعبين للقاء في ظل الغيابات التي يعاني منها خط الدفاع الأحمر بسبب إصابة الثنائي محمود متولي وياسر إبراهيم، هو ما جعل الجهاز الفني يجهز البدائل. هناك رامي ربيعة العائد من الإصابة الذي بات جاهزا لقيادة الدفاع، وأيضا عودة أيمن أشرف
الذي غاب عن لقاء السوبر بسبب الإيقاف. الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة فايلر ركز على رفع الحمل البدني وأيضا بعض الجوانب الفنية التي ينوي تطبيقها في المباراة، لا سيما للاعب الوسط الذين سيكون لهم الدور الأكبر في بناء الهجمات الحمراء، وذلك من أجل إحراز أهداف في مرمى المنافس. مع الضغط المبكر لإرباك لاعب سموحة وضرب التكتل الدفاعي المتوقع مع التصدي للهجمات المتوقعة من جانب لاعب الفريق السكندري، فايلر يعقد عدة محاضرات مع اللاعبين من أجل تحفيزهم قبل مباراة سموحة، لأنه يعي أهمية وصعوبة ضربة البداية التي يتمنى أن تكون عنوانها في الدوري الممتاز في أول مباراة له مع المارد الأحمر الفوز. شهد معسكر المارد الأحمر حالة من الانتعاشة سواء بكأس السوبر التي حققها على حساب الزمالك أو بالزيارة التحفيزية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التي قام بها مساء السبت من أجل تهنئة الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز بكأس السوبر. أشاد الكابتن الخطيب خلال الجلسة التي جمعته مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق ميران السبت بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون وانضباطهم السلوكي والتزامهم بالتعليمات الفنية. كما أشاد الخطيب بتقديم اللاعبين لصورة حضارية عن النادي في مباراة مهمة نتيجتها أسعدت عشاق الأهلي في كل مكان. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، هبدا بحضرتك. مباراه سموحه والنادي الاهلي، هل يمكن ان يخرج النادي الاهلي من الفرحه والنشوه وكذا 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 في مباراه صعبه؟ مباراه نادي سموحه دائما ما تكون مباراه صعبه لاي فريق بيلعبه. جهاز فني محترم، مجموعه جيده من اللاعبين، كابتن حسام له قدره على ان هو يحمس اللاعبين بشكل كبير جدا، فهتبقى مباراه صعبه اكيد. الكل عايز ينال من النادي الاهلي، لانه بعد الاداء الرائع في الماتشين اللي فاتوا، اعتقد نادي سموحه بالقياده الفنيه كابتن حسام وكابتن ابراهيم والجهاز الفني عايزين يعني يبقى في نوع من اثبات الذات، ان انا الفريق اللي واخد السوبر من يومين انا قادر ان انا انال منه. في المقابل زي ما حضرتك تفضلت، انت يوم الجمعه انت فرحت ورقصت وعملت كل حاجه، بس السبت الصبح محضر نفسك بقى شغال دوري بقى، خلاص السوبر ركنته في الفاترينا وداخل على الدوري وداخل على افريقيا، عندك بكره ويوم السبت افريقيا. فبدايه الدوري بدايه مهمه جدا، انك انت برضه بتلعب في اسكندريه، برضه قرار اداري رائع جدا انك انت قعدت في اسكندريه في برج العرب، ما رجعتش، انا قلت استاد القاهره الماتش، انك انت من يوم الجمعه عملت السفر وكده، فانت برضه قعدت في الفندق لاربع ايام او ثلاث ايام، اللي محتاج استشفاء، اللي محتاج علاج، راحه، ما فيش سفر، في نفس الفندق اكلك ونومك وحاجتك، فانت برضه الثلاث ايام دول قرار اداري برضه قوي جدا ورائع جدا. ما فيش شك ان تيم النادي الاهلي بالعناصر الموجوده، يعني بنقول بنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان الاصابات ما فيش غير يمكن متولي بس اللي مصاب، الباقي كله سليم بفضل الله الحمد لله يعني. طبعا الى جانب طبعا سعد وكريم والجماعه دول لسه شويه، ومحمد محمود، بس ان شاء الله بعد الماتش الجاي بيبتدوا يدخلوا في التدريبات الجماعيه. لكن انت عندك النهارده اربع فراوده جايين لما بيخش
مع ازارو مع مروان مع محسن في وسط الملعب، عندك الشيخ وعندك حسين وعندك رمضان وعندك حمدي فتحي وعندك عمرو السوليه وعندك حسام عاشور، عندك كم من اللاعبين. وليد سليمان انا جاي لك في وليد سليمان، وليد سليمان هيبقى ليه دور بكره اكيد ان شاء الله مع الفراوده مع حراسه المرمى. عندك ثلاث فرق، اي تيم منهم يلعب في الدوري ياخد الدوري مرتاح جدا. كل ما هناك انه هيبقى لعيبه النادي الاهلي مش محتاجه ان حد يحفزها، لا مدرب يحفزها، هم عندهم المخزون اللي جواهم، المخزون اللي هو ان انا بلعب دايما على البطوله من صغر ما هو صغير في النادي. حتى اللي بيخش احنا شفنا متولي ما بقالوش ايام بياخد سوبر، بقاله كام سنه بيلعب كوره، في خلال اسبوع كان واخد سوبر واخد بطوله. فطبعا الحاجه دي بتدخله في وسط المكونات بتاعه البطل، وبالتالي انا شايف ان شاء الله هتبقى مباراه تكمله للاداء اللي فيه الهدوء، بدايه الهجمه الجمل ده في خلال ال 15 يوم ابتدى يبقى فيه جمله واثنين، اعتقد مع مرور الوقت هيبقى فيه جمل اكتر، الكرات الثابته هيبقى فيها شغل اكتر، الخطوره على المرمى يبقى فيها اداء افضل. تمام، وان شاء الله بالتوفيق. قائمه النادي الاهلي برضو عايز اقولها لحضراتكم سريعا جدا: شريف اكرامي، علي لطفي، محمد الشناوي، احمد فتحي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، علي معلول، ايمن اشرف، عمرو السوليه وحمدي فتحي، حسام عاشور، صالح جمعه، وليد سليمان، مجدي قفشه، حسين الشحات، رمضان صبحي، احمد الشيخ، جيرالدو، واليو ديانج. خط الهجوم: مروان محسن، صلاح محسن، جونيور، اجاي. كابتن ابراهيم، حضرتك كنت عايز تقول حاجه على ماتش المصري وحرس الحدود. الحقيقه المصري وحرس الحدود الحقيقه في نقطتين كويسين قوي كنت عايز اركز عليهم. اهميه الدكه ويبقى عندك بدلاء انت مخزنهم لوقت اللزوم. أيوة. ودي برضو في كفاءه المدير الفني امتى يحط البدلاء وامتى توقيت نزولهم. يعني في المصري البديل اللي نزل احمد ياسر هو اللي جاب قلب الماتش، هو اللي جاب الجول. البدلاء في الفريقين أستين أموتو من المصري هو اللي نزل وجاب الجول. وطنطا يا كابتن ابراهيم. لا انا بتكلم على الماتشين، انا بتكلم على الماتشين. وطنطا برضك نفس الكلام. ما انا واحمد شويده في حرس الحدود هو اللي نزل برضه توقيت نزوله وهو اللي جايب الجول. تمام. في ماتش طنطا اسلام فؤاد، اسلام فؤاد من البديل برضه من الدكه هو اللي نزل وهو اللي جاب الجول. انا بس دور البديل مهم، البديل دور المهم، البديل مهم جدا، وتوقيت نزوله. زائد حته بقى حته المتابعه الجون بتاع طنطا. اولا انا بحترم فريق طنطا اللي تكسب بيه العب بيه، مش طبعا. معنى ان انت بتلعب بطريقه دفاعيه ان انت مش قادر، لا انت محترم فرقه وادي دجله وعارف كفاءاتهم الفنيه، وبالتالي بتلعب على قد امكانياتك، وده اول ماتش في الممتاز فلازم تبقى مامن نفسك. حته الضربه الحره المباشره اللي جه منها الجون، اولا من المبادئ الاساسيه ان الحيطه ما تتحركش، الحيطه اتحركت فبقى فيها ثغره. حته المتابعه اسلام هو اللي تابع الكوره اللي رجعت من الجون، ومفيش ولا واحد من مدافعين وادي دجله رجع يتابع، فدي اهميه المتابعه من المدافعين ومن المهاجمين في نفس الوقت. ده بالنسبه للماتشين اللي انا كنت عايز اركز عليهم، النقطتين الفنيين اللي كنت بقول لك عنها. سريعا جدا، الكابتن حسام حسن بيفكر ازاي في ماتش بكره؟ سريعا بس عشان الوقت. طبعا ماتش بكره من الاولا من واجب الجهاز الفني، يمكن برضو الكابتن عادل يركز عليها، ان انت تطلع اللعيبه الاول بتاعه النادي الاهلي من المكسب بتاع السوبر، ان انت بتستعد لماتش سموحه. وانت عارف طبعا ان حسام دايما بيقابل النادي الاهلي بطريقه ضغطه من نص الملعب، كل الفرق اللي مسكها وبيلاعب فيها النادي الاهلي بيلعب على النادي الاهلي ضاغط من نص ملعبه، ما بيقلقش من القصه دي. فاحنا لازم القصه دي ناخدها لمصلحتنا، وان احنا نستغل الفراغات اللي بيسيبها المدافعين وهم بيضغطوا علينا، بحيث نستغل الاطراف بتاعتنا، واحنا عندنا ما شاء الله اطراف كويسه. احمد فتحي لو لعب، محمد هاني لو لعب، الناحيه الشمال بتاعتنا اكثر من ممتازه، علي معلول، ايمن، اي حد منهم بيقدر يستغل المساحات اللي هيسيبها
المهاجمين بتوع المصري لو لعبوا ضاغط بنفس الطريقة. نتمنى ان احنا بنفس المساحات خلق المساحات ورا الخصوم زي ما عملنا في ماتش السوبر ان احنا نستغلها. حتة التنويع في الطرق اللي هيتبعها الراجل دلوقتي هو بيفاجئنا بطرق والحقيقة بيطور من اداء اللعيبة وده واجب الاجهزه الفنيه اللي جايه من بره ان انت بتطور اداء اللعيبه في الملعب. فلازم نستغل الفراغات اللي هيسيبها لما يلعب وضغط علينا في نص الملعب. ان شاء الله باذن الله يبقى التوفيق لينا باذن الله. كابتن ماهر، هل بكره هنشوف تغييرات في التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ طبعا هو الراجل واضح ان هو فاجئنا في المباراتين، يعني كان في سبورت دوت الافريقي الاول كان بيلعب احمد الشيخ وبعدين احنا في مباراه الزمالك برضك فاجئنا حسين الشحات بحسين الشحات واجاي. فوارد جدا ان هو بكره فاجئنا برضك يمكن بمكان او مكانين خصوصا في الحته الهجوميه. لكن في ثبات، في ثبات واضح في التشكيل بالنسبه للحته بتاع خط الظهر ونص الملعب. يمكن هو بيلعب في التبت الهجومي حسب رؤيته مين الافضل، مين يبدا بيه ومين ممكن يبقى على الدكه ويقدر يستعين بيه. بس انا عايز اقول لك بكره حته فنيه ان النادي الاهلي اكثر جاهزيه من سموحه افريقيا السوبر رجله في الملعب يعني. وبعدين بدايه الدوري العام رجله موجوده في الملعب. يعني انا بكره يمكن مشفق على سموحه وكابتن حسام حسن لان العمل البدني في صالح النادي الاهلي اكثر من سموحه. فالنهارده مهم كابتن حسام حسن ان هو يوزع مجهوده بكره على ال 90 دقيقه. لو هو ضغط على النادي الاهلي من قدام انا شايف ان هتبقى في مشاكل كثيره جدا في خط ظهره. لكن عايزين يبقى في مشاكل يعني من ضمن الحاجات لياقه المباريات تقصد لياقه المباراه يعني بالنسبه للسموحه ما افتكرش ان سموحه عندها اكتر من 20-25% بالنسبه للياقه المباراه. طبعا من الناحيه الفنيه او من الناحيه التكتيكيه. اربع شهور ما بيلعبوش بالظبط، اربع شهور برضك وقت كتير جدا على فرق الدوري العام. فعشان كده بقول لك ان سموحه بكره هتقابل صعوبه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي. لكن طبعا الدوافع كل فرقه بتلعب قدام النادي الاهلي عيد بالنسبه لها. يعني كابتن حسام يهمه انه يطلع بنتيجه ايجابيه بكره مع النادي الاهلي. لكن انا بقول للنادي الاهلي بعد العرضين اللي اتعملوا في افريقيا واتعملوا في السوبر انا شايف ان هيبقى في اصرار. ومهم جدا يا اسلام الاستارت الاولاني بالنسبه لنا، ثلاث نقاط مهمين جدا وده اللي بيفكروا فيه الجهاز الفني واللاعبين وجمهور النادي الاهلي ان شاء الله. تمام كابتن عادل، سريعا جدا هل هحتاج بكره يبقى في تغييرات؟ لا، لان انا عارف ان كوفي هيلعب سيرد باك، هيبقى الراجل محتاج حد بيجيد الكرات العاليه. فاعتقد ان اجاييه مش هيغيره. بالنسبه لحسين ورمضان ما اعتقدش انه هيبقى في تغيير. اذا كان ممكن يبقى في تغيير ممكن يبقى وليد سليمان يدفع بيه مكان قفشه. طبعا في ايمن اشرف هيدخل مكان محمود وهيبقى ياسر، لان هيبقى فتحي وعلي وايمن وياسر وطبعا الشناوي. ما فيش تغيير غير انه احتمال ان ايمن طبعا كان موقوف في الماتش اللي فات هيرجع، وممكن جدا ان هو يدفع بوليد سليمان مكان قفشه. ده تقريبا وده ما يعتبرش تغيير في التشكيل، لانك انت 90% من القوام موجود. مفيش غير واحد او اثنين بس اللي بيخش وبيطلع، ودي حاجه يعني في كره القدم حاجه طبيعيه جدا. كابتن ابراهيم، انا شايف ان بعد اللي شفناه في ماتش السوبر اي تشكيل بيحطه الراجل سواء من البدلاء اللي موجودين اللي ما لعبوش الماتش اللي فات، وليد سليمان، صالح جمعه، وجودهم هيبقى مؤثر جدا زي ما يكونوا من الاساسيين، لان كل المجموعه اللي موجوده في النادي الاهلي كل اللعيبه على مستوى من الكفاءه. فاي لعيب هيبقى موجود فيهم، مروان لو نزل مؤثر جدا، اي حد هينزل هيبقى مؤثرين جدا. فاي تشكيل هيحطه الراجل هو دايما بيفاجئنا يعني بالتشكيل، ان شاء الله هيبقى لينا اليد العليا في الماتش ان شاء الله. كابتن ماهر تشكيلك ايه؟ يعني يا سعد وهناء، انا بصراحه انا شايف يا سعد وهناء اللي يتعامل مع المجموعه دي. طبعاً. يعني الراجل بصراحه يعني لعيبه النادي الاهلي ال 25 لعيب حاجه تفرح. يعني مفيش مشكله بالنسبه للراجل يشكل مين ويحط مين ويبدا بمين. كل اللعيبه جاهزه وكل اللعيبه متشوقه انها تلعب. واي تشكيله بكره ان شاء الله باذن الله ثلاث نقاط هو ده الهدف الامثل بالنسبه لها. واحنا طبعا البطوله المفضله بالنسبه لنا الدوري العام. فانا شايف ان اي تشكيله بكره ان شاء الله باذن الله هتبقى قادره ان هي تحقق ثلاث نقاط. عايز اقول لك ان اسمه ده
التميمه بتاعت النادي الاهلي الواد تعط اللبس حارس يعني يمكن سمير جاب لقطه كده مع الكابتن محمود الخطيب. عايز اقول لك ان التميمه بتاعتنا حارس بتعط اللبس حصل على بطولات اكتر مننا كلنا واكتر من اللعيبه دي كلها. فحارس ظهر في الصوره فده التميمه بتاعت النادي الاهلي اللي هم اللعيبه حتى بتتفائل بيه. كل حلقه يا سمير قبل الماتش تحلق تكييف. ايوه اهو يعني سمير بص اهو يا عيني عليك يا سمرة ادي حارس اهو ده التميمه بتاعتنا كل حلقه كل ماتش. ده وش خير الله وش السعد من ايام ما كنا بنلعب من ايام ما كنت بلعب وحاسس ده معانا. وبعدين ايه ما بيزيدش ولا بينقص زي ما هو زي ما هو ما بيكبرش يعني لقطه. انا بحيي سمير على اللقطه دي يا اسلام لان فعلا حارس من اولاد المخلصين المتربين في النادي الاهلي. وميكي اهو كمان ميكي كمان اهو مش عارف بياكل ايه بصراحه بصراحه يعني وهو كل اللعيبه بتحبهم يعني فبيساندوهم بشكل كبير جدا يعني. طيب عايز اقول لحضراتكم ان غدا خلاص بقى يا سمير احنا قفلنا الاحتفالات خلاص يا سمير. طيب طاقم التحكيم لمباراه غدا ان شاء الله احمد الغندور حكما للساحه ويعاونه كل من احمد حسام طه مساعد اول وسامي هلهل مساعد ثاني ومحمد عباس قبيل حكما رابعا. هم دول الاربعه اللي موجودين بكره ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن شكرا لوجودك معانا. شكرا جزيلا يا كابتن ابراهيم. شكرا يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كابتن اسلام على وجودك معانا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره هنبقى مع حضراتكم الساعه 4 قبل المباراه بساعه ونص هنكون على الهواء مباشره موجودين مع حضراتكم. انتظرونا غدا وحلقه جديده في تمام الساعه 4 من ملعب الاهلي.